يا مساء الخير وسعادة على كل اللي بيشوفونا دلوقتي على شاشة قناة المحور. يوم جديد وحلقة جديدة من برنامجكم هو هنا. خليني في الأول أسلم على زميلتي نرمين. ازيك يا نرمو؟ ازيك يا ديمزي، عاملة ايه؟ أخبارك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله كله حلو. طيب خليني كمان أمسي على كل هو وكل هنا بيتفرجوا علينا النهاردة حلقة بقى لكل هو وهنا وراجل وكل بقى كل أفراد الأسرة الحقيقة اللي بيتابعونا. اوقات كتير بيبقى الواحد موده مش لطيف، مش مظبط، مش حلو، محتاجين شويه كده نطلع من المود شويه. النهارده الحلقه الحقيقه كلها ان شاء الله هتطلع حضراتكم من المود، لكن خلينا نقول ان الواحد لما بيبقى دايما مكتئب متضايق، واعتقد يعني تقريبا فتره اللي هي الخريف من الصيف للخريف تغيير الجو بيجي والواحد يجي له كده اكتئاب. ويمكن عملنا حلقه قبل كده عن الاكتئاب الموسمي واتكلمنا ان احنا نطلع منه ازاي. كل واحد بيطلع بطريقته. انا عن نفسي انا ما ببقى متضايقه في اي حاجه هم حاجتين، اكل وانزل اجيب لبس، دي اكتر حاجه. انت بتعملي ايه بقى؟ انا بعمل زيك بالظبط بجد والله العظيم. ايوه اصل انا بحس ان هي دي الحاجات اللي اتفرج على مسلسل ولا فيلم واقعد اكل او انزل اعمل شوبينج. هو ده الحل الوحيد. هنعمل ايه؟ ايوه اصل بس انت ما شاء الله الله اكبر يعني ما احنا بقى بيقعد يبان علينا وناكل بقى ايه يعني. تيجي تلاقيني بالليل اعمل اكل يعني مش اكل اكل عادي يعني لو حتى اكلت اكل عادي لا يعني ساندوتش جبنه ولا حاجه تلاقيني والله ما بهرج، تلاقيني ممكن اكتئابي زاد اكتر او اتضايقت اكتر. لكن لازم اقوم اعمل حاجه يعني حاجه كبيره اعمل يعني. انا هقول لك على حاجه، انا مره كنت متضايقه جدا جدا وزعلانه وبالليل يمكن الساعه 10 او 10 ونص بعت جبت رقاق عملت صينيه رقاق باللحمه المفرومه. ايوه انت قادره؟ لا انا كنت قادره عادي. عارفه الواحد لما بيبقى من جواه متضايق فساعات بتطلعي المضايقه او الغل اللي جواكي في ان انت بتطلعي طاقتك في حاجه، تقومي تنظفي البيت مثلا، تنظفي الادراج بتاعه المكتب، حاجات كده. لا انا بقى اجيب اكل، ما ماليش انا اصلا في المطبخ ولا الطبخ ولا لا انا رقاق يعني زي ما قلتي. بس دي مشكله الاكل عامه لما احنا بنتضايق عند ناس كتيره جدا عشان احنا اصلا بيبقى اوقات مش عارفين احنا متضايقين من ايه، فنطلع بقى كل طاقتنا دي النيجاتيف دي في الاكل. بيبقى اسمها الاكل العاطفي. صح مظبوط، الاكل العاطفي. الاكل العاطفي ايه بقى الاكل العاطفي ده؟ هنعرفه من الدكتور باسنت احمد اخصائيه التغذيه العلاجيه. دكتور باسنت برحب بيكي معانا. يا دكتور مساء الخير. مساء النور، ازاي حضرتك؟ ازيك عامله ايه؟ منورانا. ميرسي ليكي. خليني ابدا معاكي اصلا بايه هو الاكل العاطفي. الاكل العاطفي دايما بيبقى متاثر بالاحداث اللي حوالين الانسان. يعني مثلا هل انت في حاجه مأثره عليكي مضايقاكي او حاجه مخليكي اكسايتد او حاجه ان انت مثلا سمعتي خبر كويس او خبر وحش، فده بيأثر عليكي في نوعيه الاكل اللي انت بتاكليها. دايما معظم الناس بتلجأ في الاوقات ديت ان هي تاكل بدون وعي، وبتكون دايما بتروح للسكريات اكتر لان دي اللي بترفع من روحهم المعنويه، سواء هم حالتهم يعني متضايقين او في قمه السعاده. في الحالتين دايما السكريات هي اللي بتساعد على الخروج من الايموشنال ايتينج ده او التاثير العاطفي يعني. طيب اي فئه عمريه ممكن تصاب باللي هو الاكل العاطفي؟ يعني الشباب او الولاد الصغيرين ولا البنات او السيدات والرجاله الكبار؟ للاسف هو دايما الستات هي اكتر ناس بتتاثر بالايموشنال ايتينج من للأسف. بعد طبعا بعد كمان تغير الهرمونات، فبنقول دايما من فتره التينيجر لحد الستات الكبار بيتاثروا دايما على حسب بقى طبعا البيريود وعلى حسب هل هم بيسمعوا يعني بيتاثروا بيلعبوا رياضه ولا لا. طب ودي ليها علاج يا دكتور؟ يعني الاكل العاطفي ده ليه علاج؟ طبعا بيبقى ليه كنترول ان هي بس ان احنا نحط ايدينا احنا امتى بنتاثر بده، هل ليه وقت معين من الشهر ولا بحسب زي ما انا قلت المود. ايوه بيكون العلاج بتاعه دايما ان احنا نبقى موفرين معانا حاجه تعمل لنا كنترول على الشوجر كريفنج في الوقت ده. دايما الاسترس بيطلع ان احنا نقرقش حاجه، دايما اقول ان انتوا قرقشوا حاجه هتلاقيك هديت خرجت من المود السعاده او الاكتئاب ده بسرعه بانك تقرقش حاجه فبتخرج زي ستريس. نفس الفكره ان انت مثلا تقرقشي مكسرات، تقرقشي حاجه فيها زي البقسماط السن، الحاجات دي اما هتبتدي تندوي على دروسك من ورا ده هيريليف الستريس الاول ويخليكي تبتدي تفكري هل انا محتاجه فعلا سكريات ولا لا. طب يا دكتور ازاي نقدر نفرق بين الجوع والجوع العاطفي؟
الجوع دايما دايما اقول احنا ممكن نفرق بحاجه بسيطه جدا، ان احنا نشرب كوبايه ميه. هتبتدي تفكري بعديها، هل فعلا انا جعانه ولا انا متاثره باي حاجه حواليا ولا عطشانه؟ ما ممكن برضو العطش دوت ياثر ان انا هل انا محتاجه سكريات ولا ان انا عطشانه فعايزه اغير طعم بقي. فممكن كوبايه ميه تخليكي تعيدي تفكيرك في اليوم كله. طيب خلينا اتكلم عن في اوقات كتير الواحد بيبقى جعان عادي. اعرف ازاي ان انا جعانه جوع بني ادمه طبيعيه، وان انا جعانه لا جوع عاطفي اللي هو لا ده في حاجات يعني لا انا مش جعانه ده جوع طبيعي؟ يعني بحسب الساعات اللي اكلت فيها خلال اليوم. انا اخر وقت اخدت فيه وجبه، هل عدى عليه 3 4 ساعات ولا لسه اكله دلوقتي حالا مثلا ولسه عايزه استيل اكل حاجه مسكره؟ هل عايزه اخد مثلا بونبوني ولا شوكولاته بعد ما خلصت اكل وانا اكله كويس ولكن محتاجه حاجه مسكره او حاجه ان انا ارقشها؟ فده على طول بنقول عليه ايموشنال. لكن انا لو مش اكله بقالي مثلا 4 5 ساعات فطبيعي ان انا معدتي فاضيه فانا جعانه فهبتدي ادور على اكل. فساعتها بقول دايما انتوا وفروا معاكم في شنطتكم، خاصه للسيدات هقول نفروا تفاحه، وفروا مثلا مكسرات، وفري مثلا شويه زبيب بيفرقوا جدا في المود، وكمان تخليكي تاخدي السكريات اللي انت محتاجاها بطريقه افيد شويه. اوكي، هل فعلا يا دكتور في اكلات بتخلينا نشعر بالسعاده؟ يعني مثلا زي الشوكليتس، دايما يقولوا الشوكليتس بتخلينا اللي هو بتخلي واحد مبسوط. بالظبط، احنا عندنا اكلات كتير بتزود من هرمون السعاده واللي هو اللي احنا بنقول عليه السيروتونين. دول موجودين في الموز، هي مش لازم الشوكولاته بس، هي موجوده في الموز، موجوده في المكسرات، موجوده المكسرات. حتى لما بنقول ان انت لو خدتي مكسرات مع شويه مع حته شوكولاته ده هيفرق في المود بتاعك جدا، وهيفرق برضو في الايموشنال ايتنج بتاعك. برضو بنقول الحاجات الجرينري اللي هي مثلا الجرجير، الحاجات دي برضو فيها هرمون السعاده بتساعد جدا، لان فيها زنك وسيلينيوم فبتساعد جدا من رفع هرمون السعاده اللي انا بقول لك عليه الميلاتونين والسيروتونين. بس اشهر حاجه اللي احنا عارفينها طبعا الشوكولاته، ولكن بنقول الموز. الموز يا جماعه ده سحر بالنسبه لنا، متوفر على طول وبيفرق معانا جدا في المود. طيب ازاي اتجنب الاكل العاطفي ده، او ان انا لما احس بحاجه لا اتجنب الموضوع ده؟ لان الواحد لما بيزعل، انا من الناس دي لما بزعل ودي ما كده بتقعد بناكل صح. بس دي ما بتجيب اكل من بره، انا بعمل صينيه رقاق. لا فاعمل ايه علشان اتجنب ان انا ما اقومش بالليل اعمل صينيه رقاق واقعد اكل بالليل؟ ما زي ما قلت انت دايما، انت كل واحد عارف نفسه طبعا. نوفر الفواكه اللي احنا بنحبها تبقى دي ليها البريوريتي، وبعديها نوفر من بعديها زي ما قلت المكسرات، الزبيب، الدرايد فروت زي القراشيا والمشمشيه، الحاجات دي برضو بتفرق جدا في المود. بدل ما انت تاكلي كميات من حاجات دسمه، فدي حاجات صحيه وهتظبط لك المود بتاعك. دايما اقول ارقشوا على دروسكو، هيريليف الستريس، وهتبتدي تفكري انت عايزه تاكلي وتكملي اكل ولا ممكن دي تفرملك شويه. طب سؤال تاني يا دكتور، هل الواحد لما بياكل بالراحه ده بيحسسه يعني في ناس الاقيها قاعده بتاكل بالراحه جدا جدا جدا، يقول لك علشان انا كده بشبع بسرعه، عكس الناس اللي بياكلوا بسرعه بسرعه بسرعه، هم دول برضو بيزيد وزنهم، ده صح؟ بالظبط، احنا دايما نقول يعني الناس اللي بتبقى ايموشنال ايتنج او اللي هم في ستريس، دايما اقول لهم امضغوا لمده 25 مره. 25 مره عديهم. عد يعني اكل حاجه يعني وانا امضغها 25 مره؟ من 15 ل 25، اذا كانك بالظبط بتعملي زي ثيرابي مع نفسك او مديتيشن بيقلل مع الوقت مع الستريس. انا هزهق ومش هاكل خالص، عارفه اللي هو ايه، مش عايز اكل. بس انت ساعتها بتبقي كنترول، ما هو كل واحد عارف نفسه. فانت انت اللي بتعملي كنترول على نفسك انك تعدي من 15 ل 20 25، ساعتها هتبتدي تعملي كنترول على الايموشنال ايتنج، او ان انت تبتدي تبقي بتعدي فتبتدي تحسي ان لا في فرق، انا بشبع، انا انا كده ساتسفايد باللي انا باكله وبستطعمه. لان احنا مشكلتنا كتير لما بناكل بسرعه ما بنستطعمش الاكل، فبنبقى محتاجين جرعه اكتر من الاكل عشان نوصل للساتسفايد بالفليفر بتاع الاكل ده.
طيب دي حاجة لطيفة جدا. احنا والله عندنا اسئله كتير جدا. انا نفسي حضرتك بقى تنورينا في الاستوديو عشان عايزين نعرف ناكل ايه وما ناكلش ايه ونتجنب ايه وما نتجنبش ايه يعني. يعني انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور بسنت احمد اخصائيه التغذيه العلاجيه، شكرا جزيلا لحضرتك يا دكتور. بتندوي 15 ل 20 مره؟ لا طبعا، بس اقول لك على حاجه، لما كنت بحاول اعمل دايت قبل كده حاولت اعمل الموضوع يا جماعه اطلعوا فاصل عشان انا بجد هقوم دلوقتي انا هتضايق. دي ما بتعمل بتعملي دايت لايه؟ على فكره كنت ادخل كده 10 كيلو. لا كتير والله، كنت اخد 10 كيلو. بس انت ما شاء الله طويله فما يبانش عليكي مش كان قد بس حلو. لا بس والله كان حلو، لان يعني اكيد كان حلو لانه انت ما شاء الله. انا دايما اقول او بحسد والله بس الله اكبر ما شاء الله، يعني الطوال مهما يتخنوا ما بيبانش عليهم. فدي حاجه يعني بجد لطيفه. عموما يا جماعه امضغوا من 15 ل 20 مره عشان ما تتخنوش. حطوا صينيه الرقاق في الشنطه على راي هادي، خلوها معاكم، نقطعها كده وخلوها معاكم. تعالى نطلع فاصل. نطلع فاصل، يلا تعالى نطلع لفاصل ونرجع بقى نبدا اول فقراتنا الحواريه فهو هنا. اهلا بكم مره تانية فهو هنا. وجي دور الكلام عن الاطفال واهميه الحواديت. يعني احنا زمان كانوا اهلنا دايما بيستخدموا الحواديت علشان يعرفونا الصح من الغلط، كان دايما الحكايه يبقى فيها كده الطيب والشرير عشان نعرف نعمل ايه وما نعملش ايه. دلوقتي يمكن الجيل الجديد ما فيهوش خالص حواديت قبل النوم، ده خلاص بطلوا كله، دلوقتي بيعتمد على السوشيال ميديا، الانترنت، يفتحوا يشوفوا كارتونز والحاجات دي كلها. فالديجيتال يمكن ضيع العلاقه حتى بين الام واولادها في الحته دي. فخلينا نعرف من دفتر منورانا النهارده في الاستوديو رندا اساوي عن اهميه القصص في تكوين شخصيه الاطفال، وهي كمان عندها بتعمل محتوى على السوشيال ميديا وعندها قناه على اليوتيوب، نعرف منها اكتر عن حواديت رندا. ازيك يا رندا؟ الحمد لله يا رندا. ايه الحمد لله، احكي لنا ايه حواديت رندا، جه منين الموضوع؟ بدا بالصدفه جدا. ابني كان وقتها عنده 7 سنين وكان قرايبه بيتين عندنا ومش عايزين يناموا خالص، فقررت ان انا احكي لهم حدوته. بس ما كنتش عايزه احكي حاجه هما سمعوها قبل كده، فقررت ان انا الف، بس ما كنتش مرتبه للموضوع، فالموضوع كان كله ارتجال يعني. فبدات احكي وحكيت الحدوته وطلعت حلوه وعجبتهم وناموا الحمد لله. تاني يوم طلبوا حدوته تانية. فاكره بقى اول حدوته حكيتيها؟ ايه هي بقى؟ كان اسمها الولد والحصان الطائر. اتكلم عن ايه؟ كانت بتتكلم برضو عن فكرة الخير والشر وان احنا نساعد غيرنا. يعني انا كانت الموضوع كله بدأ اني عايزة احكي لهم حاجة يتعلموا منها معلومة، زي ما قلتي في المقدمة ان دي الطريقة اللي اهالينا ربونا بيها، ان يحكوا لنا حدوتة قبل ما ننام فنتعلم حاجة من الحدوتة دي. فألفت اول حدوتة عجبتهم. تاني يوم ألفت واحدة تانية، فضل الموضوع كده كل يوم لحد ما حسيت لا انا. هل الموهبه دي كانت عندك عامه على طول ولا انت فجاه اكتشفتيها مع ولادك؟ لا اكتشفتها كده بالصدفه مع ابني يعني. ولقيت ان انا عندي الموهبه وعايزه افيد بيها غيري، فابتديت اعمل جروبس على الواتساب ابعت فيها فويس نوتس للحواديت كل يوم. وبعدين حبيت اطور الموضوع اكتر فعملت يوتيوب شانل، والحمد لله اليوتيوب شانل اللي هي حواديت رندا النهارده بقينا 5000 وشويه سبسكرايبر. طبعا دي لسه يعني نقطه في بحر بس بدايه يعني. بداتي امتى بالظبط انك تكتبي خلاص قصص للاطفال؟ الموضوع بدا فالفين اللي هو خلاص يعني دي حاجه انت بتعمليها مش بس مجرد لاولادك، مش هوايه. هي الموضوع بدا في 2018. هي برضو لسه تعتبر هوايه لان انا بشتغل يعني، ده حاجه بعملها جنب شغلي. بتشتغلي ايه؟ بشتغل انا رئيسه الاتصالات الخارجيه في اريكسون، شركه اريكسون، فما عنديش وقت قوي ان انا ابقى بس بعمل الموضوع ده، فده هوايه في وقت فراغي. بس ممكن تقولي ان هي حاجه انا واخداها يعني بجديه جدا، يعني عايزه فعلا ان حلمي ان الموضوع ده يوصل لكل الاطفال. بس طب شايفه ايه اهميه، زي ما قلت كده قصص مهمه جدا في تكوين شخصياتهم، ايه اهميه القصص فعلا في حياه الاطفال؟ القصص مهمه جدا لان الاطفال لما بتقول لهم المعلومه بشكل مباشر ممكن ما يهتموش او ينسوا او ما يركزوش، يعندوا مثلا او يعندوا. لكن لما بتحكيها لهم في سياق قصه المعلومه بتبقى اوضح والمعلومه بتثبت اكتر في مخهم، مش بينسوها. وبعدين الام تقدر او الاب يقدروا ان هم يقولوا لهم شفتوا الموقف الفلاني لما حصل في الحدوته وحصل كذا، لا ما تعملش كذا، يعني يقدر دايما يفكروا من خلال قصه، فالطفل بيبقى
متقبل المعلومة أكتر. ردود الأطفال بقى على ردود فعل الأطفال على قصصك؟ عايزة أقول لك الحمد لله الأطفال اللي بيسمعوني بيبقوا عايزين يسمعوني كل يوم، وبيجي لي فويس نوتس من الأمهات مسجلة فويس نوتس من الأطفال بيقولوا لي إحنا عايزين حدوتة تاني، إحنا عايزين الموضوع الفلاني، فالحمد لله لا ردود الأفعال حلوة جدا الحمد لله يعني. طب كمان عملتي شخصية اسمها سميرة، احكي لنا عن سميرة. سميرة دي بطلة من أبطال القصص، يعني أنا عندي سمير بيعمل قصص بطل في قصص، وسميرة بطلة في قصص تانية، وعندي الملك والملكة، هم دول الأربع شخصيات الرئيسيين يعني. فسميرة هي أكتر شخصية يعني يمكن الأطفال حبوها، فقررت أن أنا أعملها زي وقت بوجي وطمطم كده عروسة، بس عملتها عروسة في حجم الإنسان، وحد ممكن يبقى لابس العروسة دي واروح مثلا في مدرسه او في حفله او في اي مكان احكي الحدوته وسميره تبقى معايا تتحرك بنفس الموضوع. استوحيتي بقى شخصيه سميره دي من ايه؟ لا هي من الحياه اليوميه بالصدفه. يعني انا كنت عايزه اعمل شخصيه تبقى اولا اسمها سهل للاطفال يقدروا انا كنت عايزه اسالك على الاسم ليه سميره بس هقول لك. كنت عايزه اسم سهل ان هم يعرفوا ينطقوه، واسم مصري، واسم خلاص ما بقاش حد بيسميه قوي في مصر دلوقتي عشان ما يجوش يقولوا ايه ده دي الحدوته دي عني، ايه ده لا انا عايزه يعني تبقى حدوته يسمعوها ما حدش فيهم يحس ان انا بحكي حاجه عليه يعني. فاخترت اسامي سمير وسميره مش منتشرين قوي في مصر دلوقتي، يمكن في البلاد التانية، بس في مصر الاسامي دي قديمه شويه ما حدش بيستعملها فعجبوني. طب هل فكرتي ان انت تقدمي شخصيه سميره كده في حاجه انيميشن معموله للاطفال؟ أنا غير بس الحكايات اللي بتقوليها. انا بصي انا مش عايزه اعمل انيميشن، يعني انا قصدي ان انا مش عايزه اعمل انيميشن عشان انا عايزه اعمل حاجه مختلفه. انا عايزه ارجع تاني ثقافه السمع، ثقافه ان انا اسمع حدوته وانا الطفل مغمض عينه ويتخيل، لان دي تجربه مختلفه عن تجربه ان هو يتفرج على كرتون. هو طول النهار عنده كرتونز يعني زي ما قلت في المقدمه، هم عندهم حاجات كثير قوي، فدي هتبقى مختلفه اني بديهم حاجه غير اللي هم متعودين يشوفوها. طب مش بتشوفي ان ده ممكن يعني احنا برضو محتاجين نخلي بحس الاطفال دلوقتي ما بتقراش خالص؟ مش معنى اخترت ان انت ما تكتبيش يعني كتب يعني قصص للاطفال وتعملهم كتاب، قررت ان انت تعملهم حاجات مسجله بصوتك عشان برضو في كتب كتير. بس وطبعا موضوع بس كتب ما تقريبا الاطفال مش مقبله عليها، ما بشوفش خالص اطفال بتقرا دلوقتي. دي حقيقه بسبب انه كله دلوقتي اونلاين وكده، فانا قلت طيب خليني اجاريهم ابقى اونلاين انا كمان، بس ادي حاجه مختلفه وحاجه تفيدهم، يعني بدل ما هو قاعد بيبص في الشاشه لا هو هيسمعني. هو لو بص في الشاشه هيلاقي انا عامله انيميشن بس حاجه خفيفه جدا. اوكي. بس مش كرتون يعني. بس طبعا بتشوفي جزء كبير من ده الاهل، يعني الاهل لازم هم اللي كانوا بيدفعوا الاطفال ان هم يقروا او حتى يسمعوا القصص دي. صح. بس دلوقتي ما فيش حد عنده خلق من ضغوطات، يعني بحس انه ما بقاش فيه الموضوع ده زي قبل كده خالص. ما عشان كده برضو انا حبيت ان انا امسك العصايه من النص، ان انا بقدم للام او الاب او الجده او اي حد بياخد باله من الطفل ان هو هيفتح قناه اليوتيوب هيدوس بلاي على اي قصه من القصص بتاعتي ويحط الحدوته جنب السرير ويسمعوها مع بعض في السرير. يعني هي الام مش هتعمل اي مجهود. صح. بس في نفس الوقت هي كده بتشجع الطفل انه يسمع بدل ما هو طول الوقت باصص على شاشه. هل الامهات بتطلب منك مواضيع معينه تحطيها في القصص بتاعتك؟ كتير كتير قوي. زي ايه؟ انا عايزه اعرف اصلا المواضيع القصص بتاعتك مثلا بتدور حوالين ايه؟ المواضيع كلها مبادئ عامه متفق عليها في كل البلاد وكل الثقافات وكل الاديان، زي مثلا ان احنا مش مفروض نغش، مش مفروض نكذب، ما نعملش حاجه من ورا اهلنا، الحاجات المبادئ العامه يعني. فكتير قوي يجي لي مثلا ام تقول لي في السلوكيات كمان بالذات، تيجي تقول لي مثلا انا ابني مش عايز يغسل سنانه، فعملت حدوته اسمها سمير وفرشه السنان، وبيبقى فيها بقى جزء خيالي ان كان فرشه السنان دي طلعت تجري وهو بيجري وراها، يعني حاجات خياليه، فالاطفال تبقى مستمتعه وهي بتسمع القصه. طب وايه اكبر تحدي واجهك وانت بتبداي كده في الصفر برضو من في حته حكايه الحواديت؟ يعني الاطفال برضو ما كانتش موجوده تقريبا على اليوتيوب وقت ما انت ابتديتي، مش كده؟ لا كان او من الناس القليله جدا اللي كانت ابتديتها، انت كنت منهم من الاول خالص.
هو فعلا دي مشكله لحد دلوقتي بتواجهني. فالانتشار صعب يعني، صح. ان الناس حتى يبقى يعرفوكي الموضوع بيبقى صعب. صح، دي مشكله لحد دلوقتي بتقابلني. ان للاسف المحتوى اللي بينجح على السوشيال ميديا او على منصات زي اليوتيوب مش المحتوى بتاع الاطفال اللي انا بعمله. بتبقى حاجات اكتر اغاني مش عارفه ايه. فطبعا الموضوع محتاج ان انا عشان انتشر لازم يبقى في دعايه ولازم يبقى في دعم. يعني عملتي دعايه؟ بعمل بس. ولا اعتمدتي على انه الامهات بتقول لبعضهم، بيقولوا الورد اوف ماوث؟ لا يعني اعتمدت على الورد اوف ماوث برضو، لكن بعمل كل شهر شويه اعلانات على قدي كده على الفيسبوك. بس طبعا انا ما عنديش يعني بادجت ان انا اعمل حاجه كبيره، فبعمل حاجه صغيره بس طبعا تاخد وقت. يعني الموضوع واخد مني وقت الحقيقه. بتعملي ورش حكي للاطفال؟ صح. عايزه اعرف تفاعل بقى الاطفال معاكي. طبعا الاطفال بينبسطوا جدا بسميره مبدئيا، لان للاسف يعني انت لو رحت اي عيد ميلاد اطفال جايبين فيه شو، هتلاقي جايبين ميكي، ميني، نينجا تيرتل. مفيش حد عامل شخصيه من ايام بوجي وطمطم، محدش عمل عروسه مصريه. ففكره ان سميره ان دي بطله القصص اللي هم بيسمعوها وانها مصريه وبعدين عامله شكلها كمان مصري وملبساها حاجه فرعوني، يعني فالفكره دي بتبقى الاطفال فعلا بيبقوا مبسوطين جدا. يعني ما بتشوفيش ان فكره العروسه دي اتغيرت شويه؟ عن انت قلتي ان انت استوحيتيها برضو، كان في دماغك شويه عايزه ترجعي حاجه زي بوي وطمطم. ما حسيتيش ان ده ممكن يكون صعب شويه؟ لان احنا دلوقتي في عصر الديجيتال الموضوع ده تحسي انه يعني انتهى. لا بصي، الاطفال هي الاطفال مهما مر عليها الوقت هي بتحب نفس الحاجه، بيستمتعوا بنفس الحاجات. فاي طفل حطيه قدامه ميكي ماوس هيبقى مبسوط. يعني العروسه يشوفها بالنسبه له دي حاجه غريبه بيبقى مبسوط، فاهمه قصدي؟ فلما تجيبي له شخصيه شكلها مصري وهو عارفها فلا بيبقوا مبسوطين جدا. يعني طب عايزه اعرف منك، هل فعلا تغيير نحاول ان احنا نغير سلوك اولادنا بالحكي بيجيب نتيجه؟ بيأثر فيهم ازاي؟ جدا، لانه بيبقى زي ما بقول لك الام تقدر مثلا لو حصل موقف معين تقول لبنتها شفتي لو ما عملتيش كذا هيحصل لك زي سميره في القصه الفلانيه. بس ده ما بيحصلش بقى من الامهات بقى، عشان كده الاطفال بتاعي. دي فعلا دي طريقه صح. انا بشوفها ان دي طريقه صح للتعامل مع الاطفال يعني. ما هو انا بحاول ان انا اشجع الامهات ان هم يكلموني يقولوا لي افكار، يقولوا لي ايه مشاكلهم، وانا احاول اعالج ده من خلال قصه. كمان في دلوقتي في العصر اللي احنا فيه ابتدى يظهر كتير قوي اللي هم الناس اللي بيعملوا البيرنتنج كوتشنج، او ان هم بيوعوا شويه الاهالي ازاي يربوا اولادهم بطريقه حديثه ومناسبه مع التطور اللي احنا فيه. فبيعملوا سيشنز موجوده اونلاين ببلاش، يعني موجوده اي حد ممكن يتابع الناس دي ويتعلم منهم. الناس دي بتشجع الناس انه ابتدوا علموا اولادكم من خلال حدوته. فالموضوع يعني ابتدى الحمد لله يبقى في شويه وعي اكتر من الاول. خلينا عايزه اعرف منك برضو، ايه مصدر الالهام اللي بيخليكي تكتبي قصه؟ هل انت اصلا دايما بتخصصي وقت تكتبي فيه قصه، وانت لما بيبقى في حاجه بتفكري فيها بتكتبيها؟ لا، هو الموضوع بيبقى اكتر مصدر الهام ولادي. يعني لما الحياه مواقف معاهم، مواقف معاهم بتعرض لها، او الامهات بيقولوا لي على افكار مواضيع، فبقرر لا انا لازم اعمل الموضوع ده واقعد الفه. بس انا مش بكتب، يعني انا بالفه وبعدين بسجله بصوتي على طول، ما بكتبش. طب قولي لنا موقف بقى حصل مع ولادك وقررتي ان انت تحوليه لقصه. لا هي موقف كتير اكيد، قولي لنا حاجه بقى منهم. يعني حاجه منهم مثلا ان انا ابني بيحب الشوكولاته جدا. يعني كل الاطفال بتحب اي حلويات. فالفت قصه اسمها سمير والشوكولاته، يعني ان انا عايزه اعلمه انه لا. عن ايه القصه بقى؟ القصه كانت ان هو من كنت ما بيحب الشوكولاته، مامته جابت له علبه قالت له ما تخلصش العلبه دي يا سمير، كل يوم تاخد واحده بس. هو طبعا عشان بيحب الشوكولاته قوي اكل العلبه كلها، وبعدين بقى فكر في فكره، راح جايب قطن وقعد يحشي الورق بتاع الشوكولاته قطن ولزقه عشان ما يبانش ان هو ايه اكل العلبه كلها. فمامته طبعا بتكتشف بعد كده عشان اللزق بيفك، فبتكتشف ان هو اكل الشوكولاته كلها وان هو عمل كده من وراها وكذب. فطبعا بتفهمه ان ده غلط. في بقى شخصيه اللي هي الساحره الطيبه دي، شخصيه انا بطلعها في القصص،
طبعا دي حاجه خياليه والامهات بيفهموا اولادهم ان ده مش موجود في الحقيقه يعني. بس حالات دايما عندنا شريرين. لا انا عامله الصحه طيب. عايز اعرف ردود فعل اولادك لما بيسمعوا حكاويكي، بتحكي لهم في البيت ولا هم بيسمعوها من على يوتيوب؟ الاثنين. بس دلوقتي بستسهل بصراحه وبشغل اليوتيوب. انا ابني الكبير كويس زي بقيه الامهات يعني، دي طريقه سهله. سهله جدا يعني حتى بالنسبه لي انا. ابني الكبير خلاص دلوقتي يعني ما شاء الله 13 فما بيسمعش، بس الصغير دلوقتي 4 سنين. فاربع سنين ده بيسمعني كل يوم، بيسمع كذا واحده بقى لحد ما ينام لانه مش بينام بسهوله. طب وناويه بقى بتقدمي انت لحد اخر قصه نزلتيها؟ اخر قصه نزلتها من حوالي شهرين حاجه زي كده. طيب الجيل الجديد دلوقتي طبعا عنيد، وانت ولادك يعتبر من الجيل الجديد، بتتعاملي ازاي معاهم او بتعالجي ازاي ده في قصصك؟ بحاول ان انا دايما افكرهم بالامثله اللي في القصص يعني. اقول لهم لما حصل كذا سميره حصل لها كذا، فما تعملش زي سميره في الموقف الفلاني يعني. دايما اربطها بالقصه على قد ما اقدر يعني. سميره دي جزء من كل كتاباتك صح؟ من كل قصصك؟ هي انا عامله سمير وسميره. فهي يعني تعتبر جزء كبير، بس حتى الولاد حابين شخصيه سميره هي اللي ظاهره. انا شايفه انت ما تزوريش غير سميره. عشان البنات معرفش ليه يعني البنات بيحبوا يسمعوني اكتر من الولاد. مش عارفه ليه، بس الولاد برضو بيحبوا يسمعوا بس البنات اكتر. طيب انت شايفه ان الديجيتال فعلا هيدي على فكره الحكاوي ولا ممكن نستغله بشكل مختلف زي ما انت بتعملي؟ هو الديجيتال مش هنقدر ان احنا نستغنى عنه، هو خلاص جزء يومي في حياتنا طبعا. فلازم نفكر ازاي نستغله ان هو يعمل التوازن ده، ان احنا نكمل في ان احنا ننشر ثقافه السمع من خلال الديجيتال بلاتفورمز المختلفه. دلوقتي الاي اي اللي هو الذكاء الاصطناعي طبعا، يعني دلوقتي ممكن اي حد ممكن يدخل مثلا انا عايز قصه عن كذا، تلاقيه عادي بيحكي لي القصه. في ناس دلوقتي بقت ممكن تعمل كاركتر وتركب عليه كلام، الموضوع بقى سهل جدا. هل ده ممكن يضرك ولا بالعكس يفيدك في محتواكي؟ انا ما شفتش قوي الموضوع ده بيحصل يعني الحقيقه. يعني انا لحد النهارده لما موجود كتير، انا بلاقيهم دايما، انا نفسي بشوف على فيسبوك حاجات من دي كتير قوي، بس مش قصص اطفال يعني. انا حاسه ان مش قصص اطفال ممكن، بس خلاص الموضوع ما دام انتشر كده اكيد هيتجه لقصص اطفال بنسبه كبيره. ممكن. بس ممكن تستغلي ده ازاي؟ والله ما فكرتش في الحكايه دي يعني ان انا استغلها، بس انا بحس ان لازم مهما الذكاء الاصطناعي تطور يعني لازم برضو الجزء بتاع البني ادم الحقيقي يدي التاتش بتاعه، لانه دي حاجه عمرها ما هيقدروا يعوضوها يعني مهما العلم تطور. لا لا بس انا عايز اقول لك ان في كتاب اتعمل كامل من الذكاء الاصطناعي، مجرد بس حد دخل كتب سطرين عمل له الكتاب كله. الموضوع بقى متطور بشكل مرعب. دي حقيقه. انت ايه رايك بقى في الموضوع ده؟ هو زي ما انت قلتي هو مرعب. بس في نفس الوقت احنا لازم نفكر ازاي نستفيد منه. يعني لو هو هيفيد ولادنا وهيعمل حواديت كويسه لولادنا مفيش مانع. ناويه بقى تستغلي الموضوع ده؟ لسه ما فكرتش، بس نشوف شخصيه سميره بقى. ممكن. ميرسي يا رندا، انت نورتيني. ميرسي ليكي، وبالتوفيق في كل اللي جاي ان شاء الله. ربنا يخليكي. ميرسي. خلينا نطلع فاصل ونرجع نكمل باقي فقراتنا في هو هنا. ولسه اكيد مكملين مع حضراتكم فقراتنا في هو وهن، والنهارده هنتكلم عن الالوان وطاقتها واثرها كمان العضوي والنفسي علينا. وفي دراسات الحقيقه كمان اكدت الكلام اللي احنا بنقوله ده. خلونا بقى نعرف اكتر وتاثير الالوان وان كل واحد بيحب لون معين مع ضيفتي العزيزه استاذه نشوى عمران، فنانه تشكيليه. يا استاذه نشوى اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام. الحمد لله. عايزه اعرف كده في البدايه، هو اللون ده عباره عن ايه؟ اللون ده عبارة عن صفة للجسم، من أول السواد البياض الحمراء، هو صفة للجسم. هو العين المجردة بتشوفه وبعدين بتعمله أناليسز عن طريق الخلية المخروطية، يعني بتعمله تحليل ثلاثي. وبعدين أنت دلوقتي شفتي لون قدامك، بس أنت مش بتستقبليه كده، أنت الخلية المخروطية بتاعت العين بتعمله أناليسز، بتبعت بإشارات للمخ عن طريق الخلايا العصبية وبترجم اللون ده لونه كذا.
عشان كده الناس اللي عندها عمى الوان وبيبقى عندها مشكله في الخليه المخروطيه ف يعني هما ثلاثه فبيبقى في خلل وراسي مثلا فبيستقبلوا اللون غلط. ايوه عشان كده على فكره في يعني انا كنت من كام يوم واحده صاحبتي لابسه دريس لونه بيربل انا شايفاه اسود تقولي يا بنتي اقول لها والله اسود تقولي لا بيربل تقولي بيربل غامق فكل واحد والمثلا الازرق والاخضر ده ازرق لا يا جماعه ده اخضر انا اخويا كان كده بس ده بيبقى من الطفوله مش من وانت كبيره. اوكي عندي عمى الوان مش شرط مش شرط لا مش شرط بيتعالج مع الوقت على فكره بجد يعني دي حاجه ليها علاج والله العظيم في حاجات بيبقى فيه ضمور في الخلايا الثلاثيه بتاعه الخلايا المخروطيه في العين في شبكه العين في ساعات بتتعالج وفي ساعات لا بيبقى وراثه فات الوقت يا جماعه خلاص خلاص كبرنا على العلاج. طيب خلينا نتكلم عن اللون واهميته. ايه اهميه اللون في حياه البني ادم؟ اللون يعني هو بيبين لك تباين يعني ايه الفرق بين مثلا الفاز دي والكاندل اللي جنبها انت بتشوفي تباين ده لونه مختلف عن ده فبتعرفي تميزي الشيء ده يعني الحاجه دي عن الحاجه دي بلس وانس ان الحياه لو ما فيهاش الوان يعني لو ربنا خلقنا في حياه كلها هتبقى لوحه مونوكروم يعني صح. من رحمه ربنا ونعمه ربنا بينا ان خلى الاشياء ملونه ويعني حتى دايما الواحد يميل للخضار مثلا الارض الخضراء الزرع الحاجات دي السماء اللون اللبني البحر دي نعم ربنا علينا طبعا. فعلا دي حقيقه طيب تاثير او انعكاس الالوان دي بقى على نفسيتنا بيبقى عامل ازاي؟ بصي هو يعني دلوقتي مثلا سي احنا عندنا مريض توحد احنا ما بنخليهوش يعني دايما بينصحوا الدكاتره ان الولد اللي عنده توحد بيقعدوه في يعني اوضه يبقى فيها الوان بحيث ان هو ما يحسش بالدنيا بيل عشان يعني يحس عشان يساعده في العلاج. مريض الاي دي اتش دي دايما يقولوا له انت لازم تقعد عادي ابنك في مكان ما فيهوش زحمه والوان كتير هو اوريدي هايبر فتاثير الالوان علينا بيأثر على شخصيتك انت لو قاعده في مكان قاتم هتحسي بالكآبه ايوه والضيق لو قاعده في مكان اللايتنج بتاعه قاتم برضو هتحسي بخنقه كده وانا حاسه ان انا مش مبسوطه وطبعا صح. بتختلف يعني على حسب المود يعني انت بتعملي ازاي واعتقد ان كل يعني كل بني ادم يعني يمكن انا ونشوى كنا قبل ما نبدا التصوير بنتكلم على هي طبعا اكبر دليل اللي هي لابساه لون البينك انا من عشاق البينك الالوان اللي هي وده من وانا صغيره على فكره بحب الالوان اللي هي الهاديه كمان دي طيب خلينا نتكلم دلالات الالوان يعني مثلا الاحمر الاصفر الاورنج النيلي الحاجات دي الوان الطاقه السبعه الوان قوس قزح دي ربنا خلقها يعني بتظهر في قوس قزح مش بشكل ملموس بشكل مرئي غير مرئي مش بشكل ملموس يعني اللون الابيض هما سبع الوان اي ثينك الابيض اول حاجه بيبقى لون النقاء وبيستخدم للطهاره ويعني من ايام المصر القديم وهم بيستخدموا اللون الابيض عن طريق الحجر الجيري الاحمر وده يعتبر من اغلى الاكاسيد اللون الاحمر اللي هو من اكسيد الحديد اوكي كان اللي هو دلوقتي كريمزن اللون الاحمر عشان كده بيعملوا في المهرجانات لما بيجي يستقبلوا السجاده الحمراء باللون الاحمر هو والالترا مارين الازرق اغلى الاكاسيد كلاسيكيات النحاس والكالسيوم في الازرق والاكسيد الحديد ده بيستخدم ده بالنسبه للازرق والاحمر اللون الاخضر الناس كلها يعني نفسيا بتكتشف ان اللون الاخضر بيقولوا بيفتكروا ان الشفاء من الازرق لا هو ايوه زي ما يقول لك ايه البسي خرزه زرقاء عشان تغذي العين والحاجات دي هقول لك موضوع الخرزه الزرقاء ده موضوع الخرزه الزرقاء ده اصلا يعني هو من ايام المصر القديم كانوا بيستخدموا العين كنوع من الرفض اللي هو ازاي مش عايز المستعمر دون فجه الرومان هم معظمهم عينيهم زرقاء فلما جه المستعمر ان هو يستعمرهم فجابوا عينين زرقاء شبه عينيهم رسموا عينين زرقاء شبه عينيهم ومسكوا عصيان وحطوا العينين الزرقاء فوق العصيان
واستخدموها بحيث ان هو ايه بيرفضوا المستعمر دون ان هو يبقى موجود يعني كناية عن ان المستعمر ده هنقلع عينيك ونقتلع عينيك. فستيب باي ستيب الاتاك خدوها للحسد وبقت طبعا هي غير منطقية، لكن الواقع انك انت لما بتشوفي بنت لابسة خالص الزرق دي بتخاف من العين، فانت غصب عنك بتقولي ما شاء الله. أيوة. فلما بتقولي ما شاء الله خلاص ذكر اسم ربنا عامة لما تقولي ما شاء الله او تبارك الله بتروح الحسد، لان الواحد مش دايما بيحسد بمزاجه، اكيد بيحسد غصب عنه. ده في ناس بيقولك انا بحسد نفسي، يعني في ناس بتحسد لازم تقولي لنفسك ما شاء الله وقوة قبلها، ولما تشوفي حاجة تحت تقولي تبارك الله. هو دي فهي وانس ان انت لقيتك لابسة خالص الزرق دي بتخاف من الحسد، ما شاء الله احسن احسدها حسدتها، لكن هي خرافة وليست واقع ولا بدعة يعني. لا لا لا، علميا اللي ثبت ان اللي بيمنع الحسد فقد الرقية الشرعية، ما فيش اي حاجة تانية. اوكي طيب، زي ما كنا بنتكلم من شوية ان الالوان ليها تأثير نفسي على البني ادم، زي ما احنا قلنا ممكن ادخل الاقي مكان الحيطان سودة، الفرنتشر غامق فاكتئب، فده ليه تأثير نفسي. ازاي اللون كمان يكون ليه تأثير عضوي على الانسان او البني ادم؟ لا طبعا اللون ليه تأثير عضوي على البني ادم، واول واحد اكتشف الموضوع ده ابن سينا في أوائل القرن العاشر، كان بيعمل في حاجة اسمها علاج بالكرومات، إن هو اكتشف إن اللون الأحمر لما بيتسلط على الجسم بيبقى الجسم بيزيد من درجة من ارتفاع درجة الحرارة، ولما بيسلط الضوء الأزرق أو الأبيض بيتبرد درجة حرارة الجسم. لما يبقى فيه الجسم فيه آلام في المفاصل والعضلات، لما كان بيستخدم اللون الأصفر كان بتعمل مسكن للعضلات وللمفاصل. فهو أول ما نتكلم ونقش الموضوع دون، ولحد يومنا هذا هو العلاج بالكرومات، يعني ما مش مش موجود من العلوم الزائفة. لكن العلوم الحقيقية العلاج الضوئي اللوني، زي ما بنستخدم اللون النيون للطفل اللي عنده الصفرة. أيوه. مادة البرولين تقريبا مش فاكر اسمها ايه، اللي هي بت بت بي عن طريق الضوء بيستقبلها الجلد فبتزود. أيوه يعني حتى كنت زمان بتزود في الماء فبتنزل في البول. أيوه البيبي. صح، ما انا بقولك لما البيبي حتى ما يبقى فعلا، حتى يقول لك اول ما يتولد مثلا لو في البيت ومش عايزين يوديه مستشفى يقول لك حطوه، بس ده زمان طبعا، دلوقتي بنسب معينه، في نسب لازم يتحط في حضانه وياخد ادويه بالظبط. لكن على ايام بقى جدتي وكده كنت فاكره ان انا من زمان لما اشوفوا البيبي اصفر يقوموا يحطوه في نور ابيض. بالظبط. ايوه والله، يعني انا لما خلفت عملوا كده. فعلا الضوء الابيض بيستقبله الجلد وبيبقى بيتحول، يعني هو العلاج الضوئي اللوني، لكن مش العلاج بالالوان يعني. في بقى ساعات بيبقى في جلسات في الفار ايست بالورق الشجر بيستخدمها الكرولوفيل للجلد، بيعمل تجديد للبشره مع المساج، يعني هي ليها طرق تانية انا مش دارساها بصراحه. اوكي، يعني انا مثلا في حياتي عموما انا بحب الاضاءه الصفراء، ما بحبش البيضه. انا كده برضو انا بحب الورم، انا ما فيش عندي اشياء بيضه، انا ما بحبش اللون الابيض، بحس في حاجه غلط، عارفه اللي هو ايه. لا هو ارتستيك إضاءة. ارتستيك عشان نتكلم كديكور. الاضاءه الورم هي الاصح. تحس انها شيك كده، اما ارتستيك يعني ما تيجي تعملي ديكور وبتاع ده، الاضاءات البيضاء بتبقى في الاستاد مش لينا احنا مش للفنانين. طيب خلينا نتكلم عن مراكز الطاقه في جسم الانسان، والالوان بتاثر ازاي على كل مركز فيهم. بصي هو انا يعني الطاقه يعني الوان مراكز الطاقه التاج الراس، العمود الفقري، بين اصابع القدم، الحوض، بعض يعني الباقي بقى اعضاء في الجسم الانسان بدون ذكر تفاصيلها. انا بشوف انك انت لما بتتعرضي للنور دايما الطاقه بتيجي من نور بتاع الشمس. نور الشمس لما بتعرضيه للمراكز الطاقه، يعني انت مثلا لما بتروحي بحر وبتعملي تاني الطاقه بتلاقيها احسن. صح. من انك لو قاعده في ضلمه ما بتروحيش وما بتخرجيش، بتلاقي في يعني بتلاقي في كآبه، السيروتونين بيقل، الدوبامين بيقل،
طب اعرف منين انا عندي فقدان للطاقه؟ يعني بتعرفي الصبح اول ما بتصحي من النوم بما بيحصل ايه بقى؟ دايما لما بيبقى مريض الاكتئاب بيصحى من النوم، لما بيبقى تلاقيه فجاه عيط او متضايق، ده بيبقى مريض اكتئاب وعنده طاقه ضعيفه. هو مفيش حاجه لسه حصل، انت لسه صاحي. أيوة. ليه طاقتي قليله؟ فده بنقول دايما اتجه مثلا لبحر ملح، الملح بيجيب طاقه. ضوء الشمس دايما، واحنا في كلاسز اليوجا، ولو اني بطلت اليوجا علشان تستحضري طاقه النور، طاقه الشمس. يعني انت قاعده في كلاس بتاع يوجا بس تستحضري كانك شايفه طاقه الشمس والنور، فالنور ده والضوء الاصفر بتاع الشمس بيجذب لك الطاقه. طيب مؤخرا برضو طلع حاجه العلاج بالالوان، عايز اعرف ايه فايدته، وده هل ده علاج تكميلي يعني، ولا مش علاج اساسي ولا ايه؟ بصي، هو لسه بقولك ان من العلوم الزائفه العلاج بالالوان، لكن العلاج بالالوان الضوئيه هي الاصح. ايه العلاج بالالوان؟ انك تلوني. يعني انا كفنانه مثلا absent my mind once ان انا قاعده بشتغل في لوحه. يعني مره حصلت الجارد جه طلع قال لي بيطمن ان لسه موجوده عربيتي ما اتحركتش بقى لها اسبوعين. ناسيه خالص نفسها، absent، مش دريانه، قاعده مركزه. يعني عارفه لما بتيجي ترسمي او بتلوني بتعملي تحفيز للدوبامين، تحفيز للسيروتونين، بيبقى عندك هرمون سعاده. ما تبقيش محتاجه انك انت تدوري على سعاده في حاجه تانية. انت هرمون السعاده بتجيلي من كذا حاجه، من الاكل، الحب كده. لا مش الحب، الاكل مهم يعني جدا. لا طبعا بتختلف من كل واحد من شخص للتاني. السعاده ما انت عايزه، محتاجه جسمك ناقصه سيروتونين، هتعملي ايه؟ ما انت بتدوري على حاجه، هو جسمك اللي بيدور، فغصب عنك بتروحي تدوري على الطاقه تجيبيها منين. فدايما بنلجا بقى انا من شخصيا بلجا للتلوين، يعني بيغنيني عن اي حاجه. حتى لو حد رسميه تلوين، لكن هو رسم. طب حتى لو حد ما بيعرفش يلون، يعني لو حد يعني واحده زي حالاتي ممكن، على فكره يعني انا ما بعرفش الون خالص ولا بعرف ارسم، بس ممكن تلاقيني متضايقه، بس تلاقيني قاعده ماسكه القلم وبعمل اي حركات دائريه، مربعات. هقول لك على حاجه، أي حد في الدنيا يقدر يرسم، اي حد في الدنيا مهما كان سنه يقدر يتعلم رسم، اي حد في الدنيا يقدر يطلع يجيب هرمون السعاده من عن طريق الرسم. لان انت مش هي مش قاعده، يعني انت مجرد ان انت بتتعلمي في حاجه اسمها اكشن بينتينج، ده لسه جزء من اجزاء الفن التشكيلي مستحدث مش موجود من قبل كده، وهو انك لقوا حد جاب لوحه هو ما بيعرفش يرسم وقعد يدلق بالوان، وده موجود كتير في كل حته. وكان الموضوع ده يعني بقى له اكتر من حوالي 40 او 50 سنه في امريكا، ابتدى بقوا يدلقوا بالالوان كده ويعملوا لوحه وتتباع وبتتباع برقم. فده بقى نوع من انواع الفن التشكيل، هو الاكشن بينتينج. انت تقدري تعملي ده وانس انك انت شفتي انك انتجتي عمل فني. اي انسان بينتج او بيبدع فبيرفع طاقه السعاده اللي عنده، وبيخليه بيحفز هرمون الدوبامين والسيروتونين والاوكسيتوسين. اوكي. طيب ساعات الواحد كده بيبقى صاحي مثلا، بيبقى محضر مثلا لبس معين، يصحى يقول لك ايه، لا 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 انا عايز البس دي، عايز البس ايا كان بقى، عايز البس لون مبهج او لون اسود او يعني ايا كان، هل دي بيبقى لها دلاله معينه مثلا؟ هو بيبقى محتاج ينبسط. يعني انا شخصيا مثلا بميل ان انا البس الوان مبهجه عشان دايما ابقى في حاله تجدد. طب ما ليه الاسود؟ يعني انا زيك، وساعات الاسود بيبقى ملك الالوان ازاي؟ يعني مش قادره افهمها، لانه الاسود برضو لون كئيب بنلبسه لو في عزا لا قدر الله او حاجه، فانا بحس الاسود ده لون كئيب. بس مع ذلك يعني عارفه الحاجه وعكسها، تلاقيه في الافراح مثلا هو متصدر الالوان. هو على فكره انت هتلبسيه ازاي؟ انت ممكن تلبسي اسود وتبقي برايتفل وتبقي برنسس، اشيك واحده في اللي موجودين، وتختفي الاضواء. حسب انا لابساه ازاي، على حسب انت لابساه ازاي وجسمك عامل ازاي، وانت الفولي يعني فولي
شكلي العام يعني اشوف الميك اب بالشعر بالحاجات دي. طيب فولي لوك طيب خليني برضو في سؤال الناس بس ده مؤخرا ما بقاش موجود. في الصيف كنا بنلبس الوان فاتحه ابيض وبينك وروز وبيبي بلو والحاجات دي، في الشتاء بني اسود جراي، بس مؤخرا يعني بقى لنا يمكن سنتين لا في الشتاء بنلبس الوان والله مبهجه في اصفارك وبينك والحاجات دي، ده ليه تفسير؟ هو ده ملوش دراسه معينه، اللي حكم الموضوع ده الموضه. وانس انك انت لابسه كوت بيربل او يعني نيون بينك هيبقى تو ماتش كتير، بلس ان الالوان الجاذبه للشمس وبتجذب الاشعه الشمسيه هي الالوان الغامقه البني والكحلي والاسود، لكن الالوان اللي بتعكس اشعه الشمس الفواتح الابيض كل الفواتح، فانت محتاجه في الصيف. هم عملوا الموضه عشان كده، عشان الناس ما كانش في اير كونديشن زمان فكانوا عايزين يمشوا ما يتحرقوش عشان ما اشعه الشمس ما يمتصش. وانت في الشتاء محتاجه طاقه شمس عايزه تدفي، فالالوان الجاذبه لاشعه الشمس وبتعمل حراره داخل الجسم هي الالوان القاتمه، لكن هي مش معموله باي حاجه مالهاش علاقه صيف وشتاء. هي دي الموضه هي اللي حطت القوانين دي، وزي ما قلتي دلوقتي الدنيا اختلفت تماما. انت ممكن تلبسي بس لازم اهم حاجه تبقي مظبطه جسمك. طبعا اكيد عشان لو لبستي لون فاقع في الشتاء مع لبس كتير بيبين دفوهات الجسم. صح هيبقى أكيد. شكلك والاساس احنا نهتم بشكلنا يبقى حلو عشان ننبسط. صح. طيب لو جينا نتكلم بقى يعني احنا اتكلمنا عن اللبس ونتكلم بقى دلوقتي عن الديكوريشن بتاع مثلا البيت او المكان، ايه اكتر الالوان المفضله ان انا اعملها في بيتي مثلا؟ تدي برضو لو احنا عارفين دلوقتي شقق برضو صغيره ومش كبيره زي زمان، وعلى العكس برضو يعني زي ما في شقق صغيره في فيلل كبيره. فايه اكتر الالوان ان انا احطها في بيتي وتبقى على طول محساني براحه، وكمان حاجه مهمه جدا عشان انا وقعت فيها ما ازهقش منها، انا عملت لون والزهقانه منه جدا يعني. لا هو بصي في الديكور خليكي في الالوان الفاتحه، وطبعا ده على حسب انت بتختاري ديكور كلاسيك ولا فينتج ولا ديكور مودرن، انت عايزه ايه؟ لو على فينتج وقديم وانتيك وكده انت بتبقي داخله في النبيتيات والاكسديهات الارض الباركيه وكده. لو انت لا ده مش بيزهقك دلوقتي، بقى ده بيزهق. الناس في المودرن بتميل للبيج وبتميل للوايت وبتميل للحاجات اللي هي حتى لما بتحطي اسود بتحطيها بطريقه معينه، ما في ساعات بناس بتعمل ديكور اسود بس بيبقى شيك قوي. فده على حسب انت راحتك النفسيه ومهندس الديكور اللي بتتعاملي معاه عايزاه يقدم لك ايه. انت ما لكن الموضوع ده حسب شخصيتك انت مش في شخصيه. لا بس صدقيني مثلا لو انت عامله حيطه مثلا لونها بيربل مثلا على المدى البعيد موضتها هتروح، موضتها هتروح وخلاص عشان قاعده بيتك بقى خلاص انت قاعده ما فيش تغيير. بواحد برضو بيمل. فانا بجد انا بشوف ان انا لو يرجع بيا الزمن لا انا هعمل حيطه زي ما انت قلتي كله بيج، والعبوا بقى يا جماعه بالديكوريشن بالتابلوهات بالفاز بالحاجات دي. دايما الواحد بيحب يجدد عامه، انا شخصيا دايما احب اجدد التغيير. طيب اخيرا بقى إيه؟ الناس بقى المضغوطين نفسيا وعندهم بيبقى ضغط نفسي إيه، سواء بقى طبعا عندهم ولاد في المدارس والحاجات دي إيه، مضغوطين عاطفيا، ايه النصيحه الاخيره اللي انت توجهيها للناس؟ الناس مضغوطه ويلبس ايه؟ يلبس لون ايه؟ انا نصيحتي ان انت كل مره نازل فيها من بيتك كانك نازل تتصور. مش تتصور بمعنى ان انت تحط فول ميك اب، انا مدرسه الناتشرال ما بحبش اي حاجه صناعي خالص، باين بحب اركب ضوافر ولا شعر ولا عنين ولا الحاجات دي ضدها. تنزل بمعنى انك انت كانك نازل تتصور، شكلك نظيف، لبسك يعني بريزنتبل كل مره هتنزل. الالوان ايه؟ يلبس الوان ايه؟ حاجات فواتح؟ بصي مش ملهاش قاعده، اصل انا بلبس كل حاجه. انا مفيش عندي مشكله مع اي لون، انا بعشق كل الالوان، وحتى لما
عملت تان بلبس كل الالوان ما بيفرقش معايا خالص، انا بحب كل الالوان ما عنديش مشكله معاها. في ناس عندها مشكله مع بعض الالوان. أيوة. هي دي اللي هتبقى عندها المشكله دي. في واحد يقول لك انا بكره الاصفر مع ان الاصفر شايننج جدا وبيديكي طاقه، وفي ناس تقول لك الاورانج لا، مع ان على فكره الشمس لونها الاساسي اورانج. اورانج واللون الاصفر لون جاذب يعني للاطفال، يعني زي البيبي لو شاف عصير برتقال او حيوان كبات مثلا هتلاقيه جري ناحيه العصير البرتقال، اللون الاصفر جاذب ليهم. جاذب ليهم. وفي واحد تاني يقول لك انا ما الاصفر ده لون بكرهه. يعني كل واحد يشوف هو بيحب ايه اللون اللي يلبسه علشان يطلعه من المود اللي انت نازل تبقى في احلى حالاتك، علشان انت بتعمل ده لنفسك مش عشان حد. اكيد. انت نورتينا وشرفتينا وبجد ابهجتينا كمان. الفنانه التشكيليه نشوى عمران بشكرك شكرا جزيلا حبيبتي. ثانك يو سو ماتش. طيب احنا اكيد لسه مكملين مع حضراتكم فقراتنا في هو هنا، نطلع لفاصل ونرجع نكمل باقي فقراتنا. لسه اكيد مكملين مع حضراتكم فقراتنا. فقرتنا دلوقتي هتكون فقره مبهجه جدا. كلامنا الحقيقه عن الطرق الغير تقليديه والمختلفه لتغيير نفسيتنا ومودنا لما يكون كده مودنا مش حلو ووحش. كلامنا النهارده هيكون عن الايه؟ عن الطبله. الطبله دي اعتقد ان ما فيش حد في الدنيا كلها ما بيحبش الطبله. هنسمع يعني اغاني على الطبله، هنعرف كمان هيعلمني ضيفي ان انا اعرف اطبل ازاي. خلوني ارحب بضيفي في البدايه محمد اوكا عازف ايقاع. يا محمد اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ الحمد لله من زمان والله ما اتقابلنا. كله تمام؟ كله زي الفل. اقول لك يا محمد ولا اوكا انت بتحب ايه اكتر؟ انا بحب هي اوكا. اوكا مش اوكا. اوكا يعني اوكي اوكا دي اللي انا معروف بيها. يبقى اوكا خلاص، يبقى الحلقه كلها اوكا. ايوه. اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام كله زي الفل. خلينا نتكلم بقى عن الطبله. انت ابتديت الطبله ازاي؟ مين اللي علمك الطبله؟ اتعلمت انا اللي علمت نفسي الطبله، يعني هي هوايه اصلا. من 6 سنين. بس انت محترف دلوقتي ما شاء الله. الحمد لله. من 6 سنين فيديوهات على اليوتيوب بسمع هنا هنا هنا، فابتديت واحده واحده اتعلم على الطبله والحمد لله يعني في تطور لغايه لما بقيت محترف. لا انا عايز اقول لك انا متابعاك على السوشيال ميديا. أيوة. وعامله لك فولو وبشوف ما شاء الله كم الافراح والحفلات اللي بتنزل فيها. الحمد لله. وتفاعل الناس بجد معاك ما شاء الله. انا ببعد في بيتي متفاعله معاك الحقيقه. يعني الطبله عامه يعني بتدي روح كده للناس وبترقص اي حد بالظبط، فمحدش برده لازم يحمس الناس ويرقصهم وبتاع، فاي حاجه بتكون حلوه يعني مع الناس. اكيد. قبل ما بتشتغل او امتهنت المهنه دي كنت بتشتغل فين؟ اشتغلت حاجات كتير قوي. اشتغلت في محل بيتزا، اشتغلت في محل كشري، في محل ساعات، محل نظارات. والله برافو عليك. اشتغلت حاجات كتير قوي 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 يعني، جبتها من الصفر حرفيا يعني، ونزلت السوق واشتغلت. برافو. لقيت ربنا كرمني يعني في حوار الطبله دي اللي انا بحبها اصلا من زمان يعني. اهلك ما كانش ليهم اعتراض او اكيد اكيد معروفه يعني في الاول؟ طبله ليه ومش عارف احنا صعيد ومش عارف ايه وكاني وماني بس وافقوا وشافوا نجاحك ما شاء الله. قريت اصلا يعني. برافو. طب ما يلا نسمع حاجه بقى يلا بينا ونهيص الناس شويه. يلا بينا يلا يلا النضاره بقى طبعا. يلا بينا.
جميله والله العظيم، عمل بهجه غير طبيعيه في الاستوديو بجد يعني. لا بجد الطبله بترقص وبتفرح القلب. ايوه ايوه. طيب خلينا نتكلم عن الحفلات بقى اللي بتشارك فيها، يعني هل بتنزل مثلا مع فنانين ولا لا انت بتبقى لوحدك؟ لا يعني انا نزلت بس مع حبيب عناني وهو فرح عناني والفنانه فاطمه محمد علي، الثلاثه كده بيعملوا قلبان على التيك توك بيغنوا سوا طبعا. فنزلنا سوا عملنا حفله سوا ونزلت الساقيه، لعبت في الساقيه تصوي مع برضو زمايلي وبتاع، لكن انا دايما ببقى لوحدي سولو كده لوحدي. اكتر شغلي ايفنتات افراح، دول اكتر الحاجات يعني بركز فيها. اوكي. اخترت الطبله ليه تحديدا؟ يعني ما في الات موسيقيه كتير. والله حسيت الطبله لما الطبله دي سهله ممتنع على فكره، يعني هي سهله بس هي برضو صعبه. دي حقيقه في نفس الوقت، في كل حته بتعمل حركه معينه. صح. مش اي حد بالصوابع يلعبها عامه يعني، اعصاب بقى وحاجات كتير قوي. الطبله شدتني يعني، دي اكتر حاجه شدتني من كتر الالات يعني. في الات كتير قوي بس لا هي الطبله، الايقاعات عامه. الايقاع. طب الطبله بتختلف من مقاس يعني هي في مقاسات كتير؟ في كل طبله ليها مثلا وظيفه معينه او حاجه معينه؟ في مقاسين، في المونيوم دي للمبتدئين بتبقى صوت عادي جدا ما فيهاش اي حاجه، وفي دي مقاس 23 رخام صدف جلد، وفي طبعا جلد السمك زمان والفخار اللي احنا بنسخنها زمان. أيوة. فكل الطبل انواع طبعا واشكال والاصوات بتختلف. قعدت تقرا عن الطبله بقى كتير قعدت اتفرج كتير واتفرج كتير على فيديوهات واسمع ايقاعات مختلفه. ايقاعات بقى ملفوف بقى، في فلاحي، في ايوبي. طب ما تسمعنا حاجه كده لوحدك من غير غنى. ممكن نلعب حاجه كده ارتجاليه كده طبعا. ايه ده يعني بحاول وسريع ما شاء الله. بتخليني بطلع طاقه اصلا عامه لما بمسك الطبله بكون مبسوط جدا. بتغير اعتقد النفسيه، فده اللي كنت عايز اساله لك. ازاي الطبله يعني ممكن حتى انت طبعا اكيد بتخليك في حته ثانيه جدا يعني، لكن الناس اللي حواليك ممكن حد يبقى قاعد حزين او حد متضايق مثلا وانت في حفله او فرح. في ايفنت يعني بعمله اسمه دائره الطبول، بيبقى فيه ناس كتير قوي قاعده ماسكه طبول وبقول لهم حركات، انا بقى بكون الليدر واقف في النص بقول لهم حركات بيعملوها وبيطلعوا طاقه يعني، بيمشوا اصلا يعني الدايره ساعه بيمشوا. طب امانه عليك الايفنت ده الجاي انا معاك، انا محتاج. خلاص خلاص خلاص. ومحتاجه ليه؟ احنا جايب هو جايب لي طبله. أيوة بالظبط. يلا تعالى اعلمك حاجه بقى ايه سهله جدا. استنى ثانيه ثانيه واحده نقلع كل الحاجات دي عشان ايه؟ لانه ما ينفعش طبعا الطبله بالحاجات. ممكن الجلد يحصل لها اي حاجه فمش هنلعب طبله. ماشي اوكي ثانيه واحده هنعمل ايه بقى؟ قول لي. هنلعب كده حاجه بسيطه كده. ماشي تمام. ماسكه يا خرابي. يا خرابي كده انا ماسكها صح. صح ايوه بالظبط. هنلعب الدمر في النص. والله العظيم بجد بتطلع في حاجات كتير قوي يعني.
حركات كتير يعني لو احنا قاعدين يا لهوي هتطلعي طاقه ايه؟ ايه ده دي حلوه قوي بجد لقاء حلو جدا عامة جدا يعني جدا جدا. اغرب حاجه بقى تعرضت لها مثلا وانت بتعمل حفله بتعمل فرح اغرب إيه؟ حاجه هقول لك كنت في الساحل وكان عندي فرح اوكي فانا طبعا انا والعريس والعروسه بنخش داخله كده نولع الدنيا وبتاع انا شفت لك مره فيديو واحد عامل لمراته في الفرح مفاجاه وكانت مبسوطه أيوة جدا ايوه اتبسطت فانا دخلت عشان ارقص وبتاع فطالع على الاستديو بتاع فالعروسه جالها شد عضل في ايديها فايديها وقفت خالص فمش عارفين نعمل ايه فهي استخبت وراه فاو اكتر موقف بصراحه بيحسبوا بقى طبعا المعازيم بيحسبوا ان ديتها بالطبله طبلتها قلت لهم يا جماعه والله ما انا لا اغرب موقف انا ماليش دعوه يا جماعه يعني اتحركت جدا يعني وبتاع حد مثلا وانت في فرح عريس قال لك هات انا عايز اطبل وكده ولا لا؟ انا بقول لهم يعني انا بقول لهم انت من ضمن الفقره بتاعتك في ناس مثلا نفسها تلعب طبله فممكن العب طبله طب تمام يلا تعالى يلا بينا بتعرف تطبل وتغني؟ يعني وانت بتطبل يعني ولا لا ما جربتهاش؟ لعبتي انا اصلا نفسي اكون مغني طب ما تيجي نجرب بصي يعني انا صوتي وحش عامه بس يعني انا بدندن في البيت يعني يلا بينا تعالى يعني نشوف كده نعمل ايه ممكن نقول ايه يمكن حد يكتشفك دلوقتي تغني والنبي يا جماعه بص عندنا مطرب اهو يا جماعه نقول ايه مثلا ممكن نقول دول عيوني وقالوا لي لا تنفع والله العظيم تنفع ما كسرش الدنيا لا 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 هتكسر الدنيا على فكره عالناس كتير قوي ما بتفكرش تعمل او ما فكرتش تعمل مثلا ورش زي ما في ورش مثلا للتمثيل والغنى والحاجات دي ورش تعلم الناس فيها الطبله بعمل كده بالفعل بتعمل في ورش بعملها بتكون برايفت طبعا وبتاع وفي يعني في ناس اكترها بقى بنات ولا اولاد في بنات يعني يعتبر بنات اللي بيكلموني كتير اولاد قليل قوي يعني البنات بتكون متحمسه اللي هي تلعب طبله نفسي اي حد مثلا يخش انا نفسي العب طبله امنيتي اتعلم اصل خلي بالك برضو احنا للاسف عندنا لسه ثقافه يعني العبي بيانو مش عارفه ليه ما حاجه بترقصني طبله ايوه طبله يا جماعه الطبله دي مبهجه جدا يعني حاجه بتطلع طاقه بتاع يعني بتطلع طاقه عامه طيب هتكمل في الطبله ولا هتيجي وقت انت برضو لسه شاب صغير يعني انا ابني نفسه يشتغل دي جي مش يعني في وقت الجامعه والكلام ده انا يعني حلوه قوي الدي جي بس يعني ايه اللي هو انا قلت له ماشي بس الفتره زمنيه وخلاص بقى فانت ناوي تكمل في موضوع الطبله هتطور من نفسك ولا يعني لا يعني بصي لو انت مميزه في حاجه هتكسري الدنيا فيها والمزيكا عامه وبتاع يوم فيه ويوم ما فيش شهر فيه شهر ما فيش فاكيد لازم يكون في حاجه اساسيه يعني في حاجه بنفتحها في مشروع تاني لازم نعمله وبتاع بس بيبقى في حاجه اصل انا شايفه خليني اقول لك على حاجه انا من عشاق الطبله وبحبها جدا بس زي ما بنقول هي ممكن تكون موضه شويه هي بقت موضه دلوقتي ما هي موضه دلوقتي موضه جدا صح. جدا يعني بس قصدي موضه وشويه هتروح سنه اتنين وهتروح فلازم يبقى عندك مجال شغل تاني يبقى دي موجوده وده موجود يبقى الاثنين عشان ان شاء الله تتجوز وتخلف وكده يعني طبعا احوال البلد برضو والكورونا ممكن تقعدنا تاني ممكن مثلا اي حاجه يعني لازم يكون في مشروع عامه يعني بالظبط انا يعني بركز برضو في الحته دي جدا في كلمه دايما نقولها لما حد نلاقيه بي, 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 بي يعني بيطبل لحد بيقول له انت بتطبلاتي ما تقعدش تطبل بقى بتضايقك الكلمه دي؟ لا خالص يعني ما اعتقدش لا بتضايقني انا معرفش ايه العلاقه يعني ان انا بطبل يعني انا ممكن اطبل لصاحبتي او لصاحبي انا بحبك فانا هطبل لك عادي جدا وانت تطبل ونطبل لبعض عادي ايوه عادي ايه المشكله لكن لا لا مش بتضايقك الكلمه دي لا مش بتضايقني خالص زي ما انا قلت لك كده ان شاء الله يبقى عندك حاجه تانية انت بتطمح او عندك يعني بتبص لقدام بالنسبه للطبله في ايه يعني هتطور من نفسك ازاي والله اطور من نفسي يعني اول حاجه بحاول اعملها ان انا اكون مميز في الحاجه اللي انا بعملها دي اكتر حاجه بركز عليها اكون مميز شاطر جدا محبوب من الناس
فهو انت الثلاث حاجات دي بجد والله بجد يعني انت ما شاء الله بتحبك طموح بتعمل شغل حلو بحس ان الشغل انت مش دي مش مهنه بتمتهنها هو ده اللي انا انت من قلبك بتعمل انا بلعب طبلة عشان انا مبسوط فانا بحاول صح. يعني اكتر حاجه بتبسطني لما الناس الاقيها بتضحك بتبسط الاقي مثلا ريفيو من العريس والعروسه انت طورت الفرح انت خليت الفرح في حته ثانيه فدي بالنسبه لي انا هاخدك الشارع المصري في ناس بتبقى قاعده متضايقه مكتئبه ايه عندها هموم عندها احنا ناخد ننزل نلف ده احنا ده بصوا بقى مش قادره اقول لكم ده هيكسر الدنيا المشروع ده ومش مشروع احنا نازلين نبسط الناس أيوة. والله بجد فكرت مره مثلا تنزل الشارع تطبل لحد ما فكرتش خالص طب ما تيجي مش عارف. يلا نعمل يلا نعملها خلاص هنعملها انا وانت ليه يلا بينا طب ما تسمعنا حاجه يلا بينا نسمع حاجه كده لذيذه كده غربي كده اول مره العبها يلا لذيذ يعني برضه العب على اغاني غربي كتير قوي ما هو انا خدت بالي بس مين الاسهل بقى الغربي ولا العربي الاسهل لا الايقاعات عادي او انت يعني بتحب ايه اكتر طالما انت يعني بتسمعي حلو وبتاع وكل حاجه فانا اي حاجه بسمعها ايقاعات انا همشي عليها الطبلة فخلاص هتبقى حلوه يعني والله العظيم انت ما في احلى منك ولا اجمل منك ولا يعني طبلتك الجميله انت نورتنا وشرفتنا محمد اوكا عازف الايقاع هنعمل الفكره اللي انا قلت لك عليها ننزل نبسط الناس والله بجد ونحاول ناخد كاميرا هو وهن وننزل الشارع ونلف الشارع اتفقنا خلاص اتفقنا طيب يا رب نكون كده دخلنا السعاده والبهجه على حضراتكم كده ولو الحبة صغيرين احنا اكيد لسه مكملين مع حضراتكم فقراتنا في هو هنا لكن خلونا نطلع لفاصل ونرجع لحضراتكم مرة تانية
واخر واحلى واجمل فقره في البرنامج كله هي فقره المطبخ. والنهارده بقى هنتعلم حاجات كتير جدا طبعا في الطبخ، لكن تحديدا في عالم السمك او السي فود. ليه؟ لان ضيفي الحقيقه هو عاشق لكل ما هو يعني زي ما بنقول حاجه بتمشي في البحر. خليني ارحب بضيفي العزيز، هو الشيف احمد شادوفه. يا شيف اخبارك ايه؟ بخير والله، ميرسي. كله تمام؟ ميرسي على التقديم اللطيف. لا انت يعني انت جميل وتستاهل اكتر من كده. عندنا كلام كتير وهنلغي كتير، بس خلينا نقول احنا النهارده هنعمل ايه او هناكل ايه. طيب احنا النهارده معانا المندش، عباره عن سمك قاروص فيليه على الطريقه الايطاليه مع خضار الزيتون كلاماتا، طماطم شيري، طماطم سندراي، مع صوص شبت وكريمه. طيب نقول المكونات. اوكي، المكونات عندنا في الطبق الرئيسي عندنا الفيليه القاروص، وعندنا زبده ملح وفلفل وزيت زيتون وزبده بقدونس وزيتون كلاماتا، طماطم سندراي او مجففه، وطماطم شيري وبصل. حلو قوي. هنعمل رز اكيد، هنقدم جنبه. مظبوط، هنقدم جنبه عشان تبقى وجبه متكامله، هنقدم جنبه رز بسمتي بس بطريقه يعني اسيويه شويه بالجنزبيل والليمون. الله، فميكس مع السي فود بيبقى لطيف جدا. يلا بينا. يلا نبدا. يلا نبدا. طيب اعرف منين ان السمك ده فريش ولا لا السمك ده زي ما بنقول كده ريت؟ بصي، السمك الفريش دايما، انا اصلا في الاساس من بورسعيد، فبالنسبه لي السمك مش مجرد اكل، هو ثقافه. فالسمك الفريش دايما لو هو سليم، يعني طازه سمك هول كامل مش فيليه او مش مجمد، عينه لازم تكون بتلمع، لونها اسود وبتلمع، ما تكونش يعني السمك بعد ما بيقعد بره الميه شويه بيبتدي عينه تبقى لونها ابيض وبتبتدي تبقى ضبابيه شويه. ايوه، فكل ما ده بيزيد كل ما بعرف ان السمك ده ما بقاش فريش خلاص، مش فريش بالظبط. اوكي، لو عايز اي مساعده قول لي. لا تمام تمام تمام. هل السمك الفليه لما بيتجمد ونرجع نفكه تاني بيفقد بقى يعني خصائصه او كده ولا لا؟ بصي، السمك عموما في الفريزر هو شهر كامل، الاكسبيري بتاعه شهر كامل في الفريزر، عادي جدا ما يحصلوش اي حاجه. طبعا ما فيش حاجه تقارن بالفريش، يعني صعب قوي ان انا اقارن حاجه فروزن طبعا بحاجه فريش، بس طبعا سوري اخلص ده بس، احنا مع الوقت ببتدي الاحظ انه اطفي ده، ببتدي مع الوقت الاحظ ان انا عندي مشكله تانية خالص بقى، انه مع الوقت السمك لو فروزن عدى عليه شهر بيبتدي زي ما في حاجه اسمها حرق من النار، في حاجه اسمها حرق من الفريزر. الفريزر لما درجه حراره الفريزر بتعلى قوي والسمك بيطول جواه، في حاجه اسمها فروست بايت، اللحم نفسه بيبتدي يبيض والكواليتي بتاعه بيقل جدا. اوكي، فلو عايز اجمد الـ السمك بتاعي، ايوه، اعمل ايه بقى؟ ايه الطريقه الصحيحه ان انا لتجميد السمك؟ بصي، لو هو سليم لازم يتنضف، ده اولا. ما ينفعش اجمده بالبطن زي ما هي بالكلام ده كله من غير ما انضفه، لان الزفاره هتتمكن منه. اوكي، اتبله ولا ما تبلوش؟ لا، من غير تتبيل يستحسن، يعني لان كل ما هيقعد في التتبيل اكتر كل ما هيبقى طعمه، هو التتبيله دي بس مش هقدر استخدمه في حاجه ثانيه. ايوه، لو حطيت فيه زيت، لو حطيت فيه ثوم، ليمون، الكلام ده كله بيبتدي معايا ان هو يديني نتيجه مش لطيفه يعني. اوكي، البس بس الجلوفز عشان السي فود. اغسل ازاي السمك عشان برضو يعني بيبقى برضو فيه ريحه زفاره شويه؟ في ناس يقول لك انا ما بغسلش السمك خالص. بصي، السمك الفريش مش محتاج انه يتغسل خالص، لان هو ما بيبقاش زفر. السمك بنعرف ان هو فريش اصلا لانه ما بيبقالوش ريحه، بيبقى ريحته ريحه البحر عادي. انما مع الوقت بيبتدي ريحته تبقى مش أيوة مش لطيفه. طيب انا اضطريت ان انا النهارده استخدم سمك بقاله شويه مثلا بره الميه، بايت مثلا في الثلاجه، الكلام ده كله، او فروزن وفك، فانا غصب عني بضطر ساعتها ان انا اغسله بليمون. بليمون؟ ليمون، سنه ملح خشن وليمون، دول بيطلعوا الزفاره. ولازم يعني احط ملح خشن في طبق واحط ليمون ووضع زي كاني مثلا بغسل فرخه كده بالظبط. بس أوكي. يفضل تحت الميه، يعني ما يبقاش برده في طبق او حاجه، يعني في الحوض عادي تحت الميه. تحت الميه، ولازم ان انا ابتدي يعني افرك العظم بتاع السمك نفسه بايدي، عشان هو ده اللي بيبقى فيه الزفاره كلها والدم بتاع السمك والكلام ده. اوكي، بس ماشي. يعني هنا سخنت، هو شغاله اصلا ولا مش شغاله؟ هي شغاله بس انا ممكن اشوف. اوكي، يعني ايه انت دي؟ لا شغاله.
بصي ضعيفه شويه. ثانيه واحده. اهي كده اعلى حاجه. اوكي. هي دي انا والله ما عارفه انا شغلت دي بس يعني احنا هنشوف اللي هي شغاله بس انا محتاج اشغل دي. اوكي. بس كده تمام. كده 100 100. كده تمام. طيب انت هتبتدي متهيألي السمك ما بياخدش وقت في السوى. ما بياخدش اي وقت خالص. خالص. انا يعني بصي اكتر حاجه بكرهها في حياتي السي فود الاوفر كوكت. لان الاوفر كوكت سي فود مستوي بزياده يعني بالظبط بيبتدي يقلب كاوتش يعني انا ايوه خلاص وعين سي فود زي الجمبري. الجمبري بيعمل كده بالظبط. السي فود كله عموما يعني لو هاكل سمك ومستوي زياده بتلاقيه بيبتدي يفرول يعني بيتكسر ما فيهوش حاجه تتاكل. ايوه الشريمب بيبتدي ان هو يبقى فيه عضه مش لطيفه. فيعني انا اصلا وانا زمان اول ما بدات المجال ده كنت كان من قبل ما ابتدي اكشلي يعني كنت بنزل في بورسعيد اجري على البحر الفجر فالاقي الصيادين بيشدوا الشبك فاقف اشد معاهم وهي على فكره حاجه مش سهله ابدا 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 يعني وعملت لي التهاب في الاربطه من اول مره. فالموضوع صعب بالنسبه لهم فعلا يعني ربنا يقويهم بس بجد كنت باخد منهم سمك وانا مروح ملوش حل. صح سمك صح. بورسعيد اسكندريه البحر الاحمر السمك بتاعهم خطير. بورسعيد اللي بيميزها في السي فود يعني السي فود الحلو موجود في اي مدينه ساحليه بس اللي بيميز بورسعيد قوي في السي فود طريقه التسويه نفسها للسمك. ليه لا وعندكم حاجات برضو في حاجات مختلفه في اسماء حاجه زي الجمبري بس مش عارفه اسمه شيكال تقريبا مش فاكر ايوه بصي الشيكال ده حاجه كده ما بين الجمبري وما بين الاستاكوزا في الشكل ده غريب قوي بالظبط يعني في هنا يعني لما جيت القاهره لقيتهم بيسموه شاف جرد البحر وبيسموه حاجات غريبه كده أيوة. وفي ناس كتير ما بتحبوش من شكله بس حقيقي بس حصل لكن انا لما درست الايطالي ولما تعمقت في الموضوع وتعرفت على شيفات ايطاليين والكلام ده اكتشفت ان هو موجود في المدن الساحليه الايطاليه واسمه تشيكالي تشيكالي وعندنا شيكال يعني هي ما بعدتش خالص واسمه تشيكالي وبيعشقوه جدا وليه استخدامات كتيره قوي يعني بيحطوه في الباستا وبيحطوه في الريزوتو وبيستخدموه عادي مشوي بس ممكن بيبقى مخلي مش بالظبط ما هو لازم بيبقى مخلي ساعتها لو مشوي او مسلوق ده بقشره عادي بقى بس هو برده ليه طريقه معينه في تقشيره متعبه شويه جدا جدا بس فهو فعلا لما بيتقشر بيكون افضل. اوكي بس طيب اعتقد الطاسه سخنت كده سخنت الزبده ابتدت تسيح. احنا السبانخ دي هتحطها على السمك؟ السبانخ دي بصي الناس عندها معتقد ان السبانخ لازم تبقى مسبكه ولازم تبقى بصلصه ومعظم الناس ما بتحبهاش بس انا من مدرسه الاكل الفريش وان انا طول ما هو فريش انا مش محتاج اضيف له حاجه غير ملح وفلفل. صح. طول ما هو طعمه حلو انا مش محتاج اضيف اضافات كتيره قوي تغير طعمه خالص. فالسبانخ دي انا من كل اللي انا هعمله ان انا هاخدها سوتيه في طاسه مع الزيت والزبده ملح وفلفل وسن التوم هتنزل تحت السمك في الطبق بيبقى طعمها لذيذ قوي طول ما السمك ما بعدش بتشرب يعني السمك ينزل بقى السوائل بتاعته على دي هتبقى طعمها بالظبط هتبقى جميله الصراحه بالظبط. فانا هبدا بالسي فود دلوقتي يعني هنزل انت اصلا دراستك ايه؟ انا اصلا ألسن ايطالي جامعه عين شمس وبعد ما خلصت دراسه اشتغلت في الترجمه والتدريس سنتين وبعد كده قررت ان انا من وانا صغير بحب المطبخ جدا فقررت ان انا لازم اخد الخطوه يعني بس خطوه يعني من تدريس وبرده جامعه انت من المتفوقين يعني ألسن من كليات القمه برده يعني في ثانوي كنت فيعني ان انت برده تتنازل عن ده او اهلك كمان يوافقوا بده لا هي كانت مشكله طبعا هي كانت مشكله طبعًا. ما كانتش بالساهل يعني كانت ازمه جامده جدا اقنعتهم ازاي برضو يعني عملتها ازاي دي انا اقنعتهم بالشغل بصراحه يعني انا شافوا شغلك وشافوا قد انت شاطر ونجحت فيها يعني انا قعدت سنه كامله والدي مش مقتنع بالموضوع وشايف ان انا اللي هو يعني ايه يعني ايه شايف ما قالش شاف حتى يا ريت قال شاف قالك طباخ كده وش صريحه كده فيعني انت راجل لغات وتبقى محاضر ومترجم ولا تبقى شايف بس هقول لك على حاجه بالظبط بس هقول لك على حاجه يعني الواحد لما بيعمل حاجه بيحبها فعلا بيتميز فيها قوي. قابلت ناس كتير قوي في حياتي الفتره الاخيره سابوا حاجات برضو وعملوا كارير شيفت. على فكره انا عايزه اقول لك على حاجه انا معظم الناس اللي بيجوا لنا هنا بيبقوا عاملين شيفت كارير
بيبقوا يعني بيبقوا مهن وخارجين كليات قمه زي ما بقول، يعني زي حضرتك كده كليه السن من كليات القمه، يسيبوها يقول لك لا اصل احنا حابين الطبخ. وفي مسلسل على فكره دلوقتي اسمه الفريدو للفنان احمد فهمي والفنان الهام شاهين، هو طبيب ودكتور وساب مهنه الطب وفتح فتح مطعم، عمل مطعم سماه الفريدو وناجح جدا فيه. فعلى فكره مش شرط، ما انا ممكن ابقى دكتور او طبيب بس ابقى مش ناجح، مش حاجه حقيقي. انا لان حاجه ما بحبهاش، انا لو كملت في حاجه ما بحبهاش. على فكره انا بحب اللغه جدا بس انا بحب برضو المطبخ. بس انت استغليت اللغه ان انت سافرت ايطاليا واستغلتها في شغلك برضو دلوقتي، يعني يعني فادتك برضو. بالظبط، هو انا لسه ما سافرتش، اتمنى اسافر ايطاليا في يوم من الايام. بس او اتعلمت المطبخ الايطالي يعني قصدي. انا قابلت شيف اسمه جوليانو في بدايه شغلي خالص. جوليانو ده هو يعني تقدري تقولي النقطة الفاصلة أو الفارقة في الحياة بالنسبة لي، اللي أنا اللي هو غير كل حاجة، بعده حاجة وقبله حاجة تانية خالص. إزاي بقى؟ جوليانو ده أنا لما استسلمت بقى خلاص وقلت هبتدي أتعلم، رحت اشتغلت في أوتيل فايف ستار، يعتبر فور فري يعني كأنها انترنشيب. قلت إن أنا عندي تارجت إن أنا هتعلم سنة. صح. كأني رايح منحة، كأني يعني باخد بوكيت ماني. اللي أنا هتعلمه في الأوتيل ده في السنة دي مش هتعلمه في اي اكاديميه تانية، انا بتعلم عملي ومش هدفع حاجه. صح. بالعكس انا باخد بوكيت ماني. وقلت ان انا هقعد سنه، ده تارجت ايا كان الويل اللي هشوفه، لان انا اكيد هشوف الويل لان هي حاجه جديده بالنسبه لي طبعا، فانا بتعلم. ف ضغطت نفسي قوي في السنه دي، قلت ان انا لازم اتعلم بطريقه مكثفه، ما ينفعش ان انا اروح ال 8 ساعات الشيفت بتوعي واروح. فبقيت اخلص ال 8 ساعات مثلا في المطعم الايطالي سي، اروح نازل على الجزاره مثلا قاعد فيها 4-5 ساعات شهر، اخلص اروح داخل على البيكري بعد المطعم مثلا اقعد فيه شهر. بحاول على قد ما اقدر ان انا على ما السنه دي تخلص اكون لميت كل اللي اقدر عليه، كل المطبخ من المعلومات. بالظبط، كل اللي اقدر عليه. فطبعا ده بالنسبه لهم هناك كان حاجه غريبه جدا، هو انت بتعمل ايه؟ كل شويه حد يشوفني في مكان يقول لي انت اتنقلت هنا، اقول له لا طب انت بتعمل ايه هنا؟ فاقول له معلش انا بحب اتعلم، بحب اساعد، لان هي خلاص يعني انا عندي هدف معين لازم احققه، هي سنه يا صابت يا خابت. لا بس ما شاء الله هي صابت اهي الحمد لله. طب وعامل صفحه بقى على السوشيال ميديا؟ عامل صفحه على الانستغرام بس بصراحه ما بنزلش عليها ريسبي. ليه بقى؟ ما هي دي اكتر حاجه يعني بتاكل مع الناس. ده حقيقي، بس انا مشغول قوي في الريستورنت، انا حاليا شيف عمومي للمطعم. واحنا اوبننج من بس من سنه مثلا، فالموضوع برده كل شويه بحتاج اطور في المنيو، كل شويه بشتغل بغير ستايل. اكتر اكله بقى انت بتحب تعملها ايه وعليها طلب كبير قوي كانت ايه؟ اكتر اكله انا بحب اعملها هي الباستا عموما، والفريش باستا بالتحديد. يعني انا عندي في الريستورنت بعمل لازانيا هوم ميد. فانا اصلا يعني ده انا عايزه اجي لك، لازم تنورني بجد. طبعا والله حضرتك اصلا من عشاق الباستا. لا لا يعني انتوا الكرو كله منورنا طبعا، لازم والله. لا هنجي لك خلاص اكيد. فكنت بحكي لك على جوليانو. جوليانو لما اول ما رحت الاوتيل كان في شيف تاني اسمه كارلو، فقلت له انا عايزك تعلمني كل اللي تعرفه، انا هنا هحط بس رشه ملح وفلفل على السمك. هو ابتدى خلاص انا مش محتاج اصدم السمك طالما برضه هو فريش، لان هو مش هيبقى زفر مهما عملت فيه، هو حلو. والسمك ده ما بياخدش توابل او بهارات كتير، ملح وفلفل بس. اي حد بيحط اي بهارات كتير بالنسبه لي هو بيحاول يداري على حاجه. شطه، 7 بهارات، 20 نوع بهار، ده في حاجه مش حلوه انت عايز تغطيها. عايز تغطيها بالظبط. طيب و جزء من التوم برضه. قولي اكتر مطبخ انت بتحبه ايه؟ المطبخ الايطالي طبعا. طبعا والله كنت حاسه انت حاولت احب الشرقي ما قدرتش للاسف. ايه ده؟ لا ما تقولش. احبك له بس ما بحبش. بس تعرف تعمله؟ بعرف اعمله عشان ده جزء من شغلي ضروري ان انا اعمله، يعني ما ينفعش ابقى شيف وبعدين لما حد يطلب مني حاجه اقول له سوري والله ما اعرفش بتتعمل ازاي، مش تخصصي. ما بقدرش. طب والمطعم اللي انت شغال فيه هو مطعم ايطالي صرف ولا انترناشونال؟ انترناشونال، ايطاليان انترناشونال. بصي هو المطاعم الايطالي صرف قليله قوي حاليا، كمان خصوصا الخامات بقت قليله قوي الايطالي. وبنحاول نوجد بدائل، فمع الوقت اضطرينا ان احنا مش هينفع نبقى ايطالي بس. فعاملينه كله ومش كل الناس بتحب الايطالي بس، فزودنا كام ايتم انترناشونال. بس انا برضو مصر ان انا يعني بيغلب عليا الطابع الايطالي، فهتلاقيني حاطط اي طبق انترناشونال بتويست ايطالي. لازم احط التاتش الايطالي عشان انت حابب المطبخ الايطالي. بالظبط.
كارلو اللي كان في الاوتيل ده قلت له عايزك تعلمني اللي تعرفه، يعني جملة كليشيه بتتقال في كل الافلام اللي هو انا عايزك تعلمني كل اللي تعرفه. فقال لي انا مستحيل، انا يعني ما بعملش اي حاجة بايدي، وبالتالي مش هعرف اعلمك اي حاجة. طيب. بس هو مش عايز يديك سر الطبخة زي ما بنقول. بغض النظر بقى عن دوافعه، بس هو في الاخر قال لي مع نفسك انت مش هعرف اعلمك، سابك زي ما بنقول رماك وسط البحر وسابك. بالظبط. ما طولش كتير قوي كارلو في الاوتيل، يعني قعد بعدها شهر مثلا ولا حاجه ومشي. فبقت العمليه بالنسبه لي اصعب، اللي هو حتى اللي كان في منه امل ان هو يقف جنبك او يساعدني او يعلمني حاجه، لان انا محتاج كل فرصه اتعلم. مشي. ففضلت قاعد 3 شهور ساعتها شغال في قسم الجارد مونجي بتاع السلطات والصوصات البارده والكلام ده. شغال في شيفت كامل لوحدي، معايا ورقه قد كده، كل يوم بقعد اقطع حاجات واعمل حاجات. طيب انا اصلا مش عارف انا بعمل ايه، يعني مش عارف دي بتتقطع ازاي، ما حدش حتى قال لي. فبتعلم بان انا بتعور مثلا، فخلاص اظبط ايدي عشان ما تجيش تاني. بس ما خدتش كورسات ولا حاجه؟ لا ما خدتش كورس. والله برافو. انا ربنا يخليك، انا قريت كتب كتير قوي، شفت فيديوز كتير قوي. دي دراسه برضو تعتبر. بالظبط. ما هو انا اللي كان ميزه بالنسبه لي في اللغه ان انا ادمج ما بين الاثنين. انا بحب اللغه جدا، بس ما كانتش كفايه بالنسبه لي لما اشتغلت في الترجمه والتدريس. كان في دايما حاجه ناقصاني، فلما درست المطبخ او قريت عنه وبعدين احتكيت بايطاليين، قلت طب ما هو يمكن انا اصلا، يعني انا لحد ما دخلت الجامعه ما كنتش عارف انا اخترت ايطالي ليه كلغه. ما اعرفش، ما كانتش بالنسبه لي. انا كنت بحب الفرنش جدا وبتكلم انجليش كويس جدا، ف ما اعرفش ليه اخترت في ألسن ايطالي، وفضلت سنه كامله بدرسه. سبحان الله، يمكن ربنا هو ليه حكمه برضو ان انت اخترت ده علشان ينفعك او يساعدك في شغلك بعد كده. اللي هو انا بعدها ما بقتش فاهم طب انا ليه اخترت ايطالي. لحد لما قابلت بقى جوليانو. جوليانو جه الاوتيل بعدها بثلاث شهور، وهو من نفسه اللي سبحان الله قال لي الجمله اللي انا كنت مستني اسمعها. يعني انا اتعرفت عليه بتكلم معاه ايطالي، فرح جدا كاي حد برضو بره بلده قابل حد بيتكلم اللغه طبعا بتاعته، فبيفرح. طب فبقى في عشم، فبيتكلم معايا، فراح قايل لي انت بقى اشتغلت فين في ايطاليا؟ فقلت له لا انا درست ايطالي كذا 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 كذا. فقال لي كان بهر اكيد اكتر بقى. قال لي ما تقلقش انا هعلمك كل اللي اعرفه بالملي. الجمله اللي انا كنت مستني اسمعها من كارلو ما لقيتهاش. فطبعا انا يعني اللي هو سبحان الله، يعني كانت لحظه بالنسبه لي. ما هو بص، زي ما في ناس كويسه، هو في ناس يعني بتحب يعني في ناس بيقول لك ايه، لا انا مش هديكي سر المهنه بتاعتي. كتير في كل المجالات على فكره، مش في مجالك بس، في كل المجالات. ده حقيقي. بس انا بصراحه بعتبر ده جزء، يعني شيء فيه نقص كبير قوي، لان يعني اعتقد انت لو حد جاي لك دلوقتي يقول لك اديني علمني، انا من الصعوبه اللي اتعلمت بيها بقيت احيانا مش بدي كورسز، بس احيانا ممكن اعلم حد فور فري، لانه انا عانيت عشان اتعلم. فمش ممكن رب ضره النافع، زي ما بنقول ان انت لما زي ما بنقول اترميت في نص البحر واتسبت لوحدك، اتعلمت حاجات او غلطت في حاجات. ما هو الواحد ما بيتعلمش غير لما بيغلط، فلما انت غلطت وقعت قمت تاني، لا خلاص انت فاهم انت بتعمل ايه. حصل فعلا. انا هنزل السبانخ في نفس الطاسه اللي عملنا فيها السمك. اوكي، عشان نزود بقى زبده او حاجه. نزود زبده طبعا وزيت، بس هي كميه السبانخ دي كلها يعني هي تخض، بس هي فعليا بتقل بتكش، مش هي ولا حاجه، هي هتختفي دلوقتي. اوكي. في بيقولوا حاجات شبه في المطبخ الايطالي شبه المطبخ المصري، يعني زي ايه؟ يعني في حاجات مثلا مقاربه من هنا لهنا؟ بصي، يعني انا مقتنع انه اكبر شبه ما بين المطبخ الايطالي والمطبخ المصري ان اللي بيعمل حاجه بيعملها بحب قوي. يعني في ايطاليا اللي مشهورين قوي في المطبخ النونا او الجده، بتعمل الاكل بايديها وهي عندها 80 90 سنه ومجمعه العيله كلها حواليها، مش عشان اي حاجه غير ان هي بتحبهم وعايزه تعمل لهم حاجه كويسه فبتطلع حلوه فعلا. نفس الكلام عندنا، لو بصيتي على اي ست كبيره ربنا يديهم الصحه هتلاقيهم بيعملوا الاكل برده مميز ومختلفين فيه. في اوجه شبه طبعا في اطباق معينه، يعني انا فاكر مره من المرات جده مراتي، يعني ربنا يديها الصحه يا رب، سنها كبير، فلقيتها في مره وانا قاعد جنبها، هي عارفه ان انا بحب المطبخ فبتقعد تتكلم معايا عن الاكل كتير، فلقيتها في مره بتقول لي دوق ده كده، فبقول لها ايه ده؟ فبتقول لي ده اسمه محركه.
فقلت لها ايه المحرك يعني بتعمل ازاي المحرك؟ كان هو كان رز بصوص. ولا ايه المحركه دي بتعمل ازاي يعني؟ فقالت لي ده رز وفول حراتي وبصل ومش عارف ايه وبتاع، نفضل نقلب فيه نقلب فيه نقلب فيه لحد لما يستوي، نفضل نديله ميه بسيط ونقلب ميه بسيط ونقلب. عشان كده اسمه محركه، ان هو بيتحركوا كتير. فهو انا يعني في نفس اللحظه ربطت ان هو، قلت لها طب ما ده ريزوتو. هاتي ايه الريزوتو ده؟ قلت لها هو ريزوتو كده بس فيه فول حراتي. لا بغض النظر، هو الريزوتو عموما بياخد اي نوع، اي طبق ريزوتو. هو رز بينزل النشا بتاعته، في كميه نشا كونتنت كبيره قوي، فبينزلها في الميه او في الصوص اللي محطوط فيه. اوكي. بس فكانت مفاجاه بالنسبه لي، انه على فكره بورسعيد فيها شبه كبير قوي من حاجات كتير، لان هي الايطاليين كانوا زمان فيها كتير قوي. ايوه. ففيها حاجات كتير قوي متشابهه. انا هنا حطيت توم سلايس. اوكي. مش عايز ازود زبده قوي او زيت، هزود زبده بس علشان الطاسه اوريدي سخنه والسبانخ خلاص يعني هي بتنزل ميتها وهتبتدي تكش خالص يعني. طب قولي، انا شفت حاجه كده انت بتدي زي كورسز كده للاطفال، ايه الموضوع ده؟ هي مش كورسز يعني، احنا لسه بندرس موضوع ان احنا ندي كورسز عندنا في الريستورانت للاطفال. بس هي بدات بان كنت بعمل بيتزا لطفله، فشبكت ان هي تعملها، عايز تدخل تعمل هي البيتزا بتاعتها بايديها. فلقيت نفسي واقف جنبها وهي بتعمل البيتزا، وانا بقول لها الانستراكشنز بتاعتها هتعمل ايه وتحط ايه على ايه، وبلبسها الهيرنت او الشيفس هات، بهزر معاها بقول لها يو ار ناو كراوند، انت دلوقتي كوين اوف ذا بيتزا وبتاع، وهي فرحت قوي وبتضحك وفرحتني جدا، والموضوع طلع لذيذ قوي يعني، حبيت الموضوع فعلا. وطلعت بيتزا حلوه؟ عملت بيتزا حلوه قوي ما شاء الله، فحبيت الموضوع. بس والله فعلا فكره حلوه موضوع كورسز بتاعت الاطفال دي، لانه حلو ان انت من الولاد والبنات من صغرهم ان هم يكبروا على ان هم يعرفوا يعتمدوا على نفسهم، وده جزء من الاعتماد على النفس ان انت تعمل اكلك بنفسك. ده حقيقي. وبعدين بيتعلموا كمان يعني، بصي الطبخ مهم قوي قوي انك تتعلم على صغر. فكره سواء للراجل او للست، ده حقيقي لاي حد. لحد الطفل صح، لاي حد، لان هي اساسيات الحياه يعني. انت لو محتاج حد يعمل لك حاجه تاكلها طول الوقت، مش عارف تعملها لنفسك، طب انت هتعيش ازاي لو لا قدر الله لقيت نفسك لوحدك؟ صح. يعني من ضمن اساسيات الحياه فعلا ان انا ابقى بعرف اطبخ، ده بيزك نيد يعني، مش حاجه حتى مش بريفليج ان انا مع الوقت اتعلمها خالص. صح. طيب انا عارفه طبعا ان انت لسه زوج جديد. مظبوط. يعني ربنا يكرمك ويوفقك. امين يا رب. بتساعد بقى مراتك في البيت، ولا انت من الرجاله اللي هو تدخل انا لسه جاي من الشغل وشغلي كله اكل فما لكيش دعوه بيا بعملي انت اكل؟ بص يعني هو مش بساعد، هو هي بتتفرج عليك. ها فنخلي بالنا. اي هي بتساعد، هي اللي بتساعد. هي بتساعد في اكل البيت، انا مش هتكسف اقول ده. وحقيقي بص هقول لك على حاجه، ده مش كلام تلفزيون. لا ما هو ده مش كلام تلفزيون. انا لازم هقول ان انا لا لا، في رجاله تقول لك لا والله ده انا بعمل وبسوي وبتاع وهو في البيت قاعد سي السايد ما بيعملش. انا بعمل 80% مثلا. طب غير بتعرف تطبخ اصلا؟ هي بصي، هو اول ما اتجوزنا يعني كان عندي مشكله، انا عارف ان هي ما بتعرفش تطبخ، عمرها في حياتها ما طبخت. تعلمها بقى. وانا شايف بالظبط، فمش هينفع اكل اكل وحش، ولا هينفع اقول لها لا او اضايقها، ولا ينفع تجيب اكل من بره برضه. بالظبط، برضه ما يصحش. مش هينفع شكلها وحش في حقك. هيبقى في حقك يعني. بالظبط. فبدات اللي هو ايه، قلت هي ميزه ان احنا برضو يعني ناخد على بعض اكتر ونتقرب من بعض اكتر، ان انا اعلمها. فتوقفت المطبخ نفسها. بالزبط. برضو بالزبط. ما اتخانقتوش بقى يعني؟ دايما الراجل لما بيعلم مراته السواقه بيتخانقوا، والعكس بقى صحيح، لما الست بتعلم جوزها الطبخ برضو بيتخانقوا. انتوا ما اتخانقتوش او حاجه؟ وانا بعلمها الطبخ بصراحه انا كنت قاسي حبتين. صح. لأن طب أنا ليه ده يعني؟ ما اصل انا متعود على وقفه المطبخ مع شيفات، وبعدين عشان انت فاهم فهي بسرعه لسه بتتعلم. وبعدين انا ما بقدرش يعني، هو رياكشن غصب عني، لو حاجه اتحطت غلط او زياده انا غصب عني لازم فاهمه اللي هو ايه ده، مش هينفع. فبس واحده واحده يعني اتعلمت. بس انا يعني انا في الاول حتى قبل ما نتجوز على طول كنت قلقان جدا، لان احنا ارتباط فتره كبيره. سنين كنا مع بعض في المدرسه ما شاء الله. وبعدها انا دي قصه حب قس وليلى. ده من زمان. احنا دلوقتي 13 سنه ما شاء الله. ما تقولش بقى كده. لا لا ما بقالهمش 13 سنه، بيضحك عليك. الحاجات دي بتتحسب دلوقتي. 3 سنين جواز كده. 3 سنين. انتوا بقالكم قد ايه متجوزين؟ 3 سنين. في بامبينو جاي في خلال ما شاء الله اسبوع او اثنين، الحمد لله يعني يا رب. فاول يعني قبل الجواز على طول بسبب المده الطويله دي كنت قلقان جدا ان احنا مع الوقت
يبقى في بقى ملل، يبقى في خناقات كتير على الفاضي لانه خلاص يعني بقى لنا كتير قوي مع بعض. صح. فكان قدامي يعني حل من اتنين، وفعلا قد كان يعني اول ما اتجوزنا كان كل يوم عندنا مشكله بسبب ان انا بقى لي فتره كبيره قوي عايش لوحدي، وهي ما بت وهي انا بقى لي فتره كبيره قوي عايش لوحدي وهي ما يعني ما بتعملش حاجه لنفسها، هي وحيده بابا وماما. فدلوعه بالظبط. فهو منطقي فبالنسبه لي انا بس بدون قطع كلامك احنا قدامنا خمس دقائق. اوكي. احنا الرز معمول صح؟ هبتدي فنش الرز معمول جاهز. حلو. احنا سلقناه في ميه بتغلي وحطينا عليه مرقه وملح. حلو قوي. بس الميه ميه بتغلي بننزل فيها الرز ونغطي ونوطي النار عليها خالص. حلو. ما نستناش تشرب الميه. بعد كده بنطلعه وهنكمله بقى دلوقتي حالا. طب يلا بينا. اوكي السبانخ كده خلاص وبقى يستوت، انا بس عايز اطلعها في طبق هنا لحد ما اعمل بليتنج. اوكي. السبانخ برضو حلوه للي ما بيحبش ياكل سبانخ مطبوخه، دي طريقه لطيفه. ده حقيقي برضو. ده حقيقي فعلا. انت هتحطه تحت السمك، ممكن نعمله برضو لو محدش بياكل سي فود او سمك مثلا فراخ تشيكن. بالظبط. لطيف جدا. هو كانه خضار سوتيه. ايوه. يعني ممكن اعمله سايد ديش مع اي حاجه. انت حطيت عليه ملح وفلفل برضو؟ ملح وفلفل وزبده وتوم. وتوم سلايس. اوكي. بس كده. انا خليني احط دي هنا. اوكي. هنعمل ايه دلوقتي؟ دلوقتي هنعمل الدريسنج بتاع الرز. بتاع الرز. هو السمك ليه دريسنج ولا ملوش؟ السمك ليه دريسنج، ليه صوص وايت صوص بزيت الشبت. يلا عشان نلحق. اوكي. يلا بينا. طيب وبعد كده مراتك دلوقتي بتعرف تطبخ يعني او شوي؟ دلوقتي ما انا يعني لقيت نفسي قدام طريقين بالظبط ما لهمش ثالث، يعني انه انا يا اما هفضل انا اعمل كل حاجه وهنفضل نتخانق طول الوقت، يا اما اعلمها واصبر عليها. بالظبط. اعلمها ويعني ونعيش اللحظه بقى وانا بعلمها، نستمتع بالقصه دي. ف طلع بقى في طريق ثالث انا ما كنتش اعرفه. يعني الستات ما شاء الله اذكياء جدا جدا جدا. طلع في طريق ثالث انا ما كنتش اعرف عنه حاجه خالص. اللي هو ايه بقى؟ اللي هو ان انا علمتها بالتحديد الباستا عشان هي بتحبها جدا. فقالت لي ايه، انا يعني هشرح وانا بقول لك. طبعا. الوقت انا هحط هنا البصل. اوكي. اوكي. والطماطم. ده بتاع ايه؟ بتاع السمك. ده هينزل على السمك. اوكي. والطماطم الشري. سوري. لو ما فيش طماطم شاري ممكن نعمل كيوبس طماطم عاديه صغيره. مفيش اي مشكلة. اي نوع طماطم يمشي، بس الطماطم الشاري بيبقى شكلها حلو ظريف يعني. فعشان كده بنستخدمها، انما هي نفس طعم الطماطم العاديه. اوكي. اوكي. انت غالبا في اللي جوه دي شغاله. اوكي. ومش عارفه اللي عندك دي شغاله. ايوه كده دي شغاله. تمام. اوكي. طماطم مجففه. دي بتحط في الاول برضو مش في الاخر. اوبشنال يعني، ممكن برضو لو مش موجوده او صعبه مش مهم يعني. ممكن تتعمل في الفرن عادي جدا. ممكن احط مفرش سيليكون في الفرن وعليه الطماطم على درجه حراره هاديه ساعتين ثلاثه هتبقى كده بالظبط. حلو. زيتون كلاماتو. وبرضو الزيتون في الاول. كله في الاول عشان ينزل الفليفر بتاعه. ما ينفعش يبقى جرنش بس. هنا هنحط الثوم علشان ده بتاع الرز بقى. بالظبط. ان شاء الله ان شاء الله هنلحق ان شاء الله. معلش بس الكلام خدني. لا بس كلامك حلو على فكره. يعني احنا بتبقى هي فقره المطبخ طبعا، الناس بتبقى عايزه تشوف الطبخ، بس كل الناس بجد بتبقى عايزه برضو تعرف لو واحد. طب وفاكرين اي شيف يبقى هو اللي بيطبخ في بيته؟ لا يعني ما هو برضو بتبقى عايز تروح تريح شويه. وبعدين انا الشيفات ما بيعملوش اكل لنفسهم على فكره، ما بيعملوش لنفسهم اكل حلو. بجد؟ والله ما بيعرفوش يعملوا اكل لنفسهم. انا واحد من الناس ما باكلش كويس لو انا لوحدي، لو هعمل اكل لحد هعمله حلو قوي. أيوة. باكل معاك انا زيك على فكره. لو لوحدي مستحيل. ايوه اي حاجه قدامي هاكلها. صح. مش هقعد ابذل وقت ومجهود لان انا بعمل ده طول اليوم. فببخل على نفسي بيه. ده عادي، ده اللي بيحصل طول الوقت. هنا بشوح الثوم مع الجنزبيل. أوكي. في زيت. اول ما لونه يصفر شويه هنزل عليه بعصير الليمون، وبعد كده هقلبه على الرز. حلو قوي. احنا قدامنا يعني مفيش دقيقتين. اوكي. بس انا هبتدي بليتنج دلوقتي على طول. يا ريت. عشان ايه؟ نوري الناس الحاجات الحلوه اللي انت عملتها دي. حاضر. موضوع حلقتنا النهارده كان عن حاجه اسمها الاكل العاطفي، بنتكلم عن في الانترو
عن الاكل العاطفي، ان الواحد لما بيزعل، في بقى اللي بيزعل ينزل يعمل شوبينج، في اللي بيزعل يقعد يروق في البيت بيطلع الطاقه في حاجه، في اللي بيزعل زي حالتي بناكل. انا حكيت في اول الحلقه ان انا في مره كنت متضايقه، جيت عملت بالليل صينيه رقاق عادي جدا. انت بتعمل كده؟ انا طول الوقت كده، طول الوقت طول الوقت. طب انت من نوعيه الناس اللي هي وهي بتطبخ بتدوق؟ يعني انا كده برضه لازم لازم صح. لازم، ما ينفعش ما بثقش في اي حاجه انا بعملها الا ما ادوقها، يعني لانه مسؤول لا عنها. يعني زي ما بنقول بالبلدي نقنقه، يعني طول ما انا عملت محشي ورق عنب فعملته وبتاع اروح ضايقه واحده مش عارفه ايه لازم. وعلى ما تخلصي هتلاقي نفسك شبعت مش عارفه ايوه ده حقيقي ده حقيقي ده اللي بيحصل طول الوقت. اوكي انا هنا خلاص كده بخلص. اوكي هنا هحط الليمون على الثوم والجنزبيل. انت حطيت زيت صح؟ زيت زيتون في الاول. اوكي اوكي هقلب بس كده تقليبه بسيطه. نجيب الرز. لا بس والله تسلم ايدك بجد، ان شاء الله الاكل يعجبك. لا ان شاء الله ريحته كمان حلوه، ريحته تشهي يعني ان شاء الله. انا الليمون ما بنسيبوش كتير على النار عشان ما يمرش، عشان بالظبط عشان هيبقى مر. بنزل بيه على الرز زي ما هو كده وبقلبه. بس ده رز بسمتي ولا رز عادي؟ رز مستوي. انت قلت رز بسمتي عليه جنزبيل؟ رز الريسبي نفسها الرز عادي ما فيهوش حاجه، رز عادي عليه ملح ومرقه دجاج بس. وبعدين عملت بقى الخلطه بتاعت الجنزبيل والثوم وزيت وليمون بالظبط، ونزل عليه بالرز على الرز وقلبه وكده خلاص بالظبط كده. حلو قوي. بس كده بقى جاهز نحط بقى الرز. انا كنت بقول لك على حاجه، على موضوع ان الستات اذكياء جدا. ايوه محتاجه اعرفها دي اكيد. كل اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي زمان وعلي يا بنتي خليه يقول. احنا في طريق ثالث اللي هو ايه بقى؟ ان هو بلاش بقى نتخانق وبلاش انت تطبخ. فانا خلاص علمتها، بحب الباستا، وقفت جنبي اتعلمتها فتقول لي ايه انا نفسي اكل باستا قوي. فاقول لها طيب ما انت خلاص بقيتي تعمليها كويس، عايزه اكل الباستا بتاعتك اعمليها لنا. لا يا ريت، دي بتقنعني واقنعتني فعلا. تقول لي بص انا هاخد وقت كبير قوي في المطبخ وهستخدم خامات بفلوس ويمكن تطلع عاديه او وحشه فحرام. دي دماغها ده شابولي. دي برج ايه العقرب ولا ايه؟ لا الجوزاء. الجوزاء الجوزاء مش سهل طبعا. بس يعني انا لا بس والله اسمها ايه مراتك؟ منى. منى شابوه والله يا منى، شابوه ليكي، برافو عليكي، عرفتي تخليه هو اللي يطبخ بس اقنعتيه. وانا نفسي اقتنعت الصراحه. بصي انا يعني التركه اهي، يعني الشيف احمد بيقولها لكل الستات علشان ايه؟ لو حد واحده عايزه جوزها يطبخ قولي له التركه دي. منطقي منطقي، هيقوموا يعملوا على فكره طبعا. يعني انا اقتنعت، انا اشتريت ما اعرفش أيوة. ليه بس طبعا. انا احنا كده خلاص. اوكي نحط بقى الحاجات خلاص التوبينج بس على وش السمك. اوكي هو ده سمك ايه؟ بوري أروس. ممكن اي نوع سمك تاني اي صح؟ نوع سمك يتعمل فيليه مش هيقول لا يعني. بالظبط. اوكي نحط الرز بقى بالظبط يلا بينا. اوكي يعني شفتوا النهارده عملنا اكله سمك لطيفه ظريفه، وبنغير كمان في السمك يعني لكل بقى عشاق السمك. لو مش عايزين تاكلوا السمك التقليدي بتاعنا اللي هو يبقى صينيه سمك او سمك سنجاري او سمك مشوي او مقلي، دي طريقه جديده اعتقد ان انتم ممكن تجربوها، وانا احساسي ان هي ان شاء الله تطلع ان شاء الله حلو. هتعجبك. لا بجد سلم ايديك. الف هنا. والسبانخ والرز هتعجبك قوي. لا هنجربه والله، هنجربه ون بس الرز ده اصلا ريحته لوحدها بتبقى تفتح النفس قوي بسبب الجنزبيل. الرز ده ممكن يتاكل مع حاجه تانية ولا هو سمك؟ لا مع اي حاجه. اي حاجه اي حاجه. هو فعلا طعمه بيمشي مع اي حاجه. ماشي كده خلاص. انا بس عايز احط السبانخ مع الرز. ممكن تزحها كده على البوتاجاز وخلاص لو انت مش اوكي عشان شكلها بس. أوكي. مش لا عادي مش لذيذ. اوكي يلا بينا. بس كده شيف احمد شادوفه انت بجد نورتنا و ربنا يخليك كده شرف ليا ومبسوطه بيك ان انت والله عملت افكار جديده للسمك وحاجات كلها حلوه. نحط بس الاطباق بقى بشكل ايه؟ ايوه أوكي. ايوه يا سلام 100 100 كده.
نورتنا وشرفتنا وزوجتك الجميلة اللئيمة تقوم بألف سلامة إن شاء الله. أمين يا رب. وعلى وعد بلقاء تاني بقى إن شاء الله. إن شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا. ربنا يخليك. ميرسي جدا. طيب احنا اكيد يعني كنت اقول لكم احنا مكملين، لا احنا مش مكملين، كنت هضحك عليكم. احنا خلاص حلقتنا خلاص خلصت، بس مكملين في برنامجنا ان شاء الله. نشوفكم في يوم جديد من ايامنا في هو وهنا. باي باي.